ديزيزز بقيه اجزاء. السيستم ده المفروض يبقى في النص، مفيش حد السيستم بيقعد في النص 100%، لكن بيبقى ديجيت بالرايت والليفت سنه وليني للليفت بس مش ثابت. لو ديجيت بوسات يبقى اسمه ديجيت السيستم. ديجيت السيستم يعني انا عندي السيستم في النص بس مش 100%، ممكن يبقى كده سنه او كده سنه بس المهم مش ثابت. اسمك عندك ديجيت السيستم؟ لا. لما يسد يبقى ديجيت السيستم، لما يجي سيمبل معايا، لان مفيش حد السيستم بيقعد في النص 100%. انا هاخد الجيس وبتاع السيستم بعد ما نخلص السيستم، يا اما ناخد الريجيم برايناينس يا اما ندخل على ساينوسايتس. ديليت السيستم بنقول ديفينيشن دكتور السيستم مور اور ليس في النص. لو ديليت تو ذا رايت او ديليت تو ذا ليفت يبقى اسمه ديليت السيستم. قلت لك اند تو ذا ليفت بشرط يدي سيم بوينتس، لازم يدي سيم بوينتس. والحته بالنصب على حاجات كتير قوي، تدخل الدكتور العياده بص خبر اسود انت عايش ازاي؟ انت عندك حاجه؟ انا عاوز حاجه ازاي؟ ما بشتكيش بحاجه يا دكتور. لا ازاي؟ ما كلنا عندنا اعراض حاجه انفي وفين ايه؟ تمام؟ فهي دي المشكله لدرجه احد اساتذه عين شمس الله يرحمه راح له طبيب اسنان، ده القصه دي مشهوره قوي. بيبص لقى عنده ديفيتد سيلفر، قال له انت محتاج تعمل عمليه. تمام؟ فعمل له العمليه. ماشي الدكتور صدق كلامه يعني الدكتور مش هنصب عليا. فسبحان الله راح له بعد سنه يوتيوب حاجه ثانيه. فبرضه مش معنى ان هو قال له انت عندك عمليه ثانيه. قال له انت عملتها لي السنه اللي فاتت يا دكتور. ما هو اصلا ما الدكتور برضه بيصلحها ما بتصلحش 100%. فهو يعني لازم يبقى ديفيت ذا رايت اور ذا ليفت. ايه المشكله؟ ولا حاجه. تمام؟ المهم ما يكونش مين دي سيمبتومز. اسباب الديفيت سيمبتوم ديفلوبمنتال موجود دي. ما بنسميهاش كونجنتال هنا الحقيقه، لان يوجوالي حتى اللي بيتولد بديفيت سيمبتوم يوجوالي ما بيديش سيمبتوم من البدايه. بس علشان السيمبتوم اللي هو معروف ده بيحصل هايبرتروف في الجلوكوزا باي تايب والجلوكوزا بتاع السيمبتوم والجلوكوزا بتاع التربيه الثانيه في التدريب. اذا السيمبتومز ما بداتش اول ما اتولد وبالتالي ما سميتهاش كونجنتال، بسميها ديفلوبمنتال. ودي لها قصه لذيذه جدا يمكن بنات يفهموني اكتر. الست لما تكون حامل وهي رايحه الشغل دكتوره مديره بتبقى مكسوفه من بطنها فبتلبس كرسيين. عارفين الكرسيين؟ حزام. تمام؟ علشان ايه؟ تداري بطنها. فالواد راسه اتزنقت وهي حامل، الواد راسه اتزنقت من شغل فاصل معاه فنزل الحاجز الانفي معروف. ده قصه كده بيقولوا ان ده صح. تمام؟ ده ديفلوبمنتال. مع ان انا مش مع القصه دي بسبب اللي بتلاقي عنده ديفيتد سيمبتوم غالبا حد باباه او مامته عنده ديفيتد سيمبتوم، وبالتالي لا ده فيها جينيتك اوريجن. ده ديفلوبمنتال. تروماتيك بقى فراكشر موز، واحد ضرب بالبوكس السيمبتوم طلع من مكانه، فاكر؟ سميناها ديسلوكيشن، طلع من الديسلوكيشن، فاكر الكلام ده؟ تمام. يبقى يا اما ديفلوبمنتال يا اما تروماتيك. الباثولوجي او التايبس اوف ديفيتد، انواع الديفيتد سيمبتوم. اول حاجه بص لايدي كده، يا اما يبقى ديفيتد كده سي، يا كده يا كده حرف سي، سي معدوده او مقلوبه، يبقى ده سي ناحيه واحده سي، ده سي من ديفيشن. تمام؟ يا اما يبقى ديفيتد كده بص حرف اس هنا مره وبعدين هنا مره، سد هنا وسد هنا، يبقى ده اس شيب يسد الاثنين، يبقى السي يسد ناحيه واحده، الاس يسد الاثنين بايلاترال. الكلام ده مهم في الكلينيكال، انا هوريكم عايزين هنا ديفيتد سيمبل معايا؟ يبقى اذا سيمبل ديفيشن يا سي يا اس، ده سيمبل. اما ديفيشن مع سبير، كلمه سبير يعني بتوم حاجه بارزه، او ده سبير يا دكتور ده سي ومعاه سبير. ما هو لو كان كده انحناء يعني حاجه حنينه كده ما كنتش قلت فيه سبير، لكن جاي شرط كده يبقى سبير. لو العين حاطط ايده كده يبقى مدببه. تمام؟ يبقى ده سته سبير. وجوه السبير ده، السبير ده شرط انديوليشن عند البولي كارتريشن جانكشن. المفروض الكارتريج اهو والبون اهو، الكارتريج جه كده والبون جه كده، فعمل حته زي المثلث سبير. السبير ده بقى من اكتر اسباب الاستكسس في بليد سيمبتوم. ليه؟ اصل الفينس ريتيرن وهو راجع اتفرد كينكينج للبلاد فيسل، فتروح مفرقعه فيجيله استكسس معايا؟ يبقى سته سبير. ديفيجن مع ديسلوكيشن خدناه في التروما، السيمبتوم طلع من الكولومينا، طلع من اللوكيشن بتاعه. تمام؟ يبقى ده ديفيجن مع ديسلوكيشن. مراجعه لمصر انواع الديفيجن، يا اما سيمبل يا اس يا سي. سي سد ناحيه واحده اس اثنين، ديفيجن مع سبير اهو شرط انديوليشن، يا اما ديفيجن مع ديسلوكيشن اللي هو طلع من الكولومينا اهي. تيجي تعملي كده يا دكتوره مانيتات
تلاقي البرمودا في ناحية الشرطة في الناحية التانية، يبقى ده كان تروما وطلع من مكانه، يا إما وقع على مناخيره وهكذا. كلينيكال انفكشن، أعراض المريض اللي عنده ديبيتد سيرتم، إحنا اتفقنا إن كلنا عندنا ديبيتد سيرتم مع 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 اختلاف الدرجات، في ناس عنده سيرتم وناس لا، اللي ما عندوش سيرتم ده ببقى بعتبره عادي. بنقول السيمبتومز اتنين بقى سيمبتوماتيك المايلد كيسز، ما انا مش قلت لك موضوعنا عنده يعني مش ممكن يكون الثقه في نص 100%، يبقى نمره واحد اسيمبتوماتيك المايلد كيسز، نمره اثنين ليز اوبستراكشن از ذا كومن سيمبتوم اوف ذا ديتا، لان السؤال ده جاي من السؤال عن السؤال عن البلاي على عينين الكومن سيمبتوم في الديتا سيمبتوم ان يشد ليز اوبستراكشن هي الكومن سيمبتوم في الديتا سيمبتوم. اعمل حسابك كده عشان سؤال اس كيو، تمام؟ اس كيو كلينيكال مش اس كيو عادي جدا، تمام؟ يبقى ليزر اوبستراكشن، الاوبستراكشن ده يا دكتور يوني ولا باي؟ على حسب، لو سي يوني لو اس باي، تمام كده؟ يبقى انا لما اقول لك الديتا سيمبتوم بيعمل ايه؟ بيعمل ليزر اوبستراكشن، هو معروف على ناحيه يبقى يا اما سد ناحيه يا اما اثنين على حسب عرضيته فين، يبقى ده ليزر اوبستراكشن. مفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج، الديستشارج كل انواع الديستشارج انتي نيزل وبوست نيزل، تمام؟ انتيرو نيزل وبوست نيزل. طيب الديستشارج ده سببه ايه؟ يا دكتور ده الساينس، لما السيمبتوم ديليتد كده قفل الاوبننج بتاع الساينس اللي انا بسميها الاوستيا، لما الاوستيا بتاع الساينس اتقفلت كلمه السر في الساينس ان الاوبننج دي تفضل مفتوحه، لو اتقفلت بدليشن انفكشن يجي له ساينسايتس وديستشارج. كذلك السيمبتوم اهو والبيدل تابل ده، لو السيمبتوم اتعوج ولزق في التربنت ده ميكوزال سيرفيس وميكوزال سيرفيس لازقين في بعض يحصل لهم ايكيشن ميكوستيكيشن. يبقى اسباب ليزا ديستشارج يا اما الكونتاكت ما بين الميكوزال سيرفيسز وبالتالي يغربر كتير يعمل ايكيشن، يا اما الاسوشيتد ساينسايتس اللي بتبقى مع الديت سيمبتوم لان الجوز فيها اتقفلت. ابستاكسس، امتى الابستاكسس يحصل؟ لما يكون في سبير نسيم ولا ايه؟ او لا تلفيلا ترتيرن ديتكشن شارب انجيوليشن، فحصل كينكينج للبلاد فيسل انجيوليشن بلاد فيسل، تمام؟ هيديك صداع، الديبيت السته ممكن يعمل صداع وان كان اخر واحده مش شايف كومنس صداع ازاي؟ مش السته متعوده قفل الاوبننج بتاع الاوستيا بتاع الساينس يجي له ساينسايتس يجي له فيشن بينه وهيديك. دي نمره واحد، يبقى نمره واحد من اسباب الهيديك ان الديبيت السته قفل الاوستيا بتاع الساينس جاله ساينسايتس ثم هيديك. تاني سبب دكتور نفس الكونتاكت السيمبتوم اتعوج لزق في التربنت، لما مؤاخذه هي الميكوزا بتاع التربنت دي مش فيها نيرف سبلاي والسيمبتوم فيه نيرف سبلاي، لما النيرف اتزنقت الالكتريك مويا النيرف فيعمل له وجع هنا ويسمعه في راسه هيدك. كاركترستيك قوي العيان بتاع الكونتاكت هيدك ده اسمه كونتاكت هيدك. يقول لك يا دكتور انا عندي الم شديد قوي هنا وبيسرح خلاص فاهم اكوردنج تو ذا ديستريبيوشن بتاع التربنت مويا النيرف اللي هو بيلازم الحته دي معايا، ده اسمه كونتاكت هيدك. يبقى يا اما هيدك من ساينسايتس يا اما كونتاكت هيدك. سام تايمز وده هناخدها في الفرنتال ساينس، الفرنتال ساينس اهو الضغط بتاع الفرنتال ساينس سميته ايه؟ فرنتال ريسيسس اللي هو الفرنتوليزا ده فرنتال ريسيسس. احيانا الفرنتال ريسيسس ده يتقفل في ديفيت سيلفر في ميدل مين بس يتقفل عليك يتقفل، تمام؟ فاكر الاوستيكيان 2 لما اتقفلت حصل ايه في ميلي هير بريشر؟ بقى نيجاتيف وحصل اتراكشن اضراب. تم انا بفكرك الفرنتال ريسيس عامل زي الاوستيكيان 2 بالظبط. الساينس الوحيد اللي ليه ضغط طويله هو الفرنتال. اصحى فاتح هو الفرنتال، تمام؟ اذا السيمبتوم لما يبقى ديليتد ويسد الفرنتال ريسيس كان زمان بيدخل هواء ويتشفط للدم، بيدخل هواء ويتشفط للدم. اتقفل الهواء هنا اتشفط للدم ما طلعش غيره، يبقى البريشر هنا ايه؟ يبقى فاكيوم هناك. فاكيوم يعني سكشن يعني نيجاتيف بريشر ان سبيس. انا راسي بتتشد على جوه الدكتور لان بقى في نيجاتيف بريشر في الفرنتال ساينس. انواع الهيديك في الديليتد سيستم واحد من ثلاثه، تمام؟ يا اما هيديك ديوتو ساينسايتس، يا اما هيديك ديوتو كونتاكت ما بين الميدل تيربل والسيستم وده اسمه كونتاكت هيديك، يا اما فاكيوم هيديك لما الفرنتال سيس اتقفل بتاع الفرنتال ساينس. كلمة فاكيوم هيدك لا تطبق إلا على الفرنتال ساينس لأن هو الساينس الوحيد اللي له طويلة. لما الفرنتال اسيست طيب
الاكزامين والكلام ده هيبعت لين على فكره انا في موضوع الميديك ان هو تعدى فيه واقول لك فاكر كذا وهنشرح الباكتو ميديك ده اسمه تاي بريودك كده انا بقول له يبتدي الصبح ويزيد ويزيد في نص اليوم وينتهي في النهار كل الكلام ده لسه هنشرحه في الديتيلز ليتر اهو الساينوسايتس الاكزامينيشن بقى لما اجي اكشف على العيان بالانتيرورايبوسكوبي اللي بيبقى فروم هيبان سهل قوي هيبان معروف كده معروف كده وهكذا احيانا قال ايه شغل الحيوان تشي لا قال ايه السته من قدام عدل بس الحته اللي ورا اللي عند الكوينه هي اللي معروفه تمام فعلشان كده اعمل له ليزر اندوسكوبي ما هو برضه لازم تطور مناظريه كويس فاهم فتدخله المنظار هو عدل ومفتوح من قدام والحته اللي ورا هي اللي معروفه انا ما اقدرش الكلام ده الحقيقه ولكن شفتها مره او اتنين في حياتي يعني مش كومن تمام يبقى اذا سام تايمز الديفيتد سيبتوم ما يتشافش عشان هو قدام عدل ومن ورا معروف عند الكوينه فمحتاج تدخله ليزر اندوسكوبي اللي هي الماسوره الحديد للباعة بالذات اللي انا وريتها لك فاكرينها؟ يبقى اذا يا جماعه لما تيجي تكشف عليه الديفيتد سيبتوم ده كلينيكال اكزامينيشن بيتشاف بالعين ما تقولش العيان روح اعمل اشعه علشان اشوف لك الحاجز الانفي زي ما الناس بتقول ليه؟ ما هو باين تمام؟ ده باين بالكشف الا ان السي تي هتبينه برضه لكن هو باين بالكشف معايا؟ يا اما انتيرونوسكوبي يعني نزل الاندوسكوبي لو كان مرض. الكومبليكيشنز بقى. واحد عنده ديفيتد سيبتوم وسادد من سيبتوم مش اسيمبتوماتيك يحصل ايه؟ دكتور وانس قفل الاوبننج بتاع الساينس الاوستيا ساينوسايتس. في الحاله ده هي اللي بيفكرني لان في بريديسبوزنج فاكتور مستمر الا لو عدلت له السيبتوم. يبقى ريكارنت ساينوسايتس. هو كلمه ريكارنت يعني كرونيك. ابيوت ريكارنت تساوي كرونيك. فاكرين وانا عمال اعمل كده في كونسوليتس انا النهارده كويس بعد شويه سخنت وزور وجعني اكيوت بعد شويه رجعت تاني للكرونيك وهكذا يبقى ريكارنت اكيوت ساينسايتس ريكارنت ليه عشان البريد سبوز انفكت مستمر طب ما هو النوز لما تتقفل تقفل الاستيكان تيوب طول ما النوز مفتوحه الاستيكان تيوب مفتوحه لو الاستيكان تيوب اتقفلت تجي لي ريكارنت وطيب فيا تمام اكيوت او كرونيك ريكارنت فرنجايتس المناخير لو اتقفلت عن الاثنين هيتنفس منين من بقه عشان الهواء يكون ساقع فرنجايتس ولا انجايتس كمان معاه اذا وحتى سنانه بتبوظ وبتسوس علشان هتنشف الصلايبه دي بتاكل سنانك معاه يبقى اذا ريكارنت فرنجايتس علشان ما هو بريدر دكتور السيبتوم ده لو معروف ناحيه واحده جامد الناحيه الواسعه يحصل لها ايه؟ سكندري برايمري لان في سبب سكندري هتكون في برايمري يحصل قطر فيه لان الهواء هيدخل ينشف ده اللي احنا عرفناه امبارح او العكس مش السكه وسعت قوي يا دكتور؟ اه التربن تروح حاصل لها هايبرتك الاثنين عكس بعض ليه عيان احيانا يحصل له كده وعيان كده ما نعرفش اذا على الوايدر سايد يا اما يحصل سكندري اتروفيك راينايتس بتاعت امبارح يا اما يحصل كومبنساتوري هايبرتو في التربن تحاول تعوض السبيس اللي وسع ده هجيب لك حالات كده تمام كومبنساتوري هايبرتو في التربن السيت ده باين اهو السيستم في سيتيشن وسبير شايفين اهو الحمد لله مش عامل ساينوسايتس ده هو اسمه لكن واضح جدا ان في سبير تمام طيب الانفستيجيشنز بتاعت الجيت سيستم اكس راي وسي تي مش علشان اشوف الديليشن هو هيبان اهو بس علشان اشوف الاسوشيتد ساينوسايتس في ساينوسايتس ولا لا دي فيها اسوشيتد ساينوسايتس دي فيها هايبرتروفيك شويه لا مش اتروفيك تمام الناحيه الثانيه لا الناحيه الثانيه ما هي صغيره علشان السبيس ده هي لو بيحصل في الوايبر يحصل هنا كونتاكت يحصل هنا كونتاكت تمام يبقى الانفستيجيشن سي تي اكس راي دي ما حدش حاط بيطلبها خالص خالص ولكن في كده اكس راي وسي تي علشان تشوف الاسوشيتد ساينوسايتس تريتمنت بتاع الديفيتد سيركم علاج الديفيتد سيركم دكتور انا مش عايز اعمل عمليه ممكن تديني علاج انا اسف ده غضروف او عظم معروف لازم عمليه لازم جراحه ما ينفعش تبقى قصه كده دي بنسمعها كتير قوي لابد من تدخل جراحي علشان اصلح لك الموضوع معايا يبقى سيرجيكال كوريكشن ازاي يا اما صب يوكاس ريسكشن يا اما سيبتو بلاست سيبتو بلاست صب يوكاس ريسكشن يعني ايه كلمه صب يوكاس من تحت الميوكاس يعني ايه كلمه ريسكشن يشيل يا جماعة أنا جسمي معروف كده عندي أورتوزيس مثلا كده في ناس ماشيين عاملين كده تمام
ليه؟ علشان السكيلتون بتاع المعوتين. طب ايه رايك لو انت شلت جسم من الهدوم؟ هيبقى الهدوم الهدوم طريه، تعديل الهدوم هو ده صميم بس سكشن. اللي كام؟ اللي مش فاهم. الكارتج او البون معروف بتاع السته اهو، تمام؟ ومتغطيه بميوكو بالكوندريا من هنا، ميوكوزو بالكوندريا، وهنا ميوكوزو بالكوندريا. لما تقطع ده من هنا ومن هنا وتشيله وترميه في الشارع، الميوكو بالكوندريا ده طريق، ده طريق اللي هي الهدوم تعديل بس. فهمتيها؟ يبقى ده سب ميوكاس ريسكشن. دكتور ما تعملهاش قبل سن 18 سنه، وفي ناس بيقولوا 16 بس جرب ترند من 18. ليه؟ اصل لو انا شلت السته الكارتريج دي قبل سن 18 سنه، السته الكارتريج دي يا جماعه هي اللي بتخلي الفيس يجرو يكبر، هي اللي بتطول وكبر يمشي معاها. قبل سن 18 سنه وشك ما وصلش الفول سايز. لو انت شلتها لي الجروث بيقف، يبقى وشك يفضل صغير، يبقى ليه شكل معين. اذا ما تتعملش قبل سن 18 سنه، تمام يا مهتاب؟ خلاص. يبقى اس ام ار لها قصه في اكتوبر، اس ام ار دي بس مش هتوقع عشان تمام. لا ما بيحبوهم برضه يعني. فما تتعملش قبل سن 18 سنه يا اولاد الاس ام ار، تمام؟ سيبتوبلاستي تجميل تتعمل عند اي سن؟ بص بقى انا هشرحها بطريقه النواب علشان تفهموها، مش بطريقه الاساتذه الكبار قوي. اللي النواب بيعملوه بتعملوا ايه؟ انت مش عايز تشيل الكارتريج ده؟ اه. بلاستي تجميل. طب ايه رايك ان انا اشيله؟ ادق عليه بالشاكوش، اكسره واعدله واحطه تاني. يبقى سيبته بلاستي. دي طريقه. لكن لما تكون بروفيشنال قوي كسره في مكانه واعدله. انت فاهم؟ ما شلتوش وبالتالي الوش هيطول، يبقى ليه اتعمل عند اي سن؟ الاس ام ار طبعا اسهل. علشان كده ما تقوليش ما تلغي الاس ام ار، لا ده اسهل واسرع. معايا؟ يبقى الاس ام ار تتعمل بعد سن 18، السيبتو بلاستي عند اي سن. شلت الكارتج كسرته وحطيته تاني. خلاص كده؟ بصوا يا ولاد، السيبتا الاوبريشن اللي بتتعمل لموضوع اسمه الديتيف سيبتا حاجه من اتنين يا دكتور. يعمل اس ام ار سب ميوكس ريسكشن، يعمل سيبتو بلاستي. يعني ايه كلمه اس ام ار؟ ريموفال ريسكشن. سب ميوكس ريسكشن، ريسكشن يعني ريموفال للديليتد بورشن اوف ذا سيبتال كارتريج زي الانايس البون. بس ما تحتاجش قوي فوق عند الكريبر فوق الليل، اصل ده اس اس اف نازل يتكلم عليه معايا. يبقى اذا بشيل الديليتد بورشن حتى لو كان كله معروف مفيش مشاكل خالص، هتشوف دلوقتي. اما السيتوبلاستي انا دقيت عليه عدلته معايا. ستريتنينج ما هوش بلاستي تجميل، مش ريسكشن. ستريتنينج اوف ذا سيتر كارتريج وداوت ريموفال او المينيمال ريموفال. ازاي؟ ما هو الحاجه المعوجه لما انت تسوق عليها وتعملها هتبقى كبيره زياده عن اللزوم، فتشيل حته زياده. انت فاهم قصدي ولا لا؟ يعني اي شيء معوج لما تعمله يطول زياده عن اللزوم، فالحته الطويله دي شيلها ارميها، لكن انت ما لميتش كل الكارتريج. اذا ده ريموفال بينما ده ستريتنينج. الانديكيشن ما تعمليش زي الدكتور اللي راح للدكتور وقال له عايز حاجه تقل كل سنه يقول له عايز حاجه تقل، انت فاهم؟ لا، الانديكيشن سنتوماتايزنج. لازم كلمه سنتوماتايزنج يا جماعه، ما ينفعش اي ديبيت سيبتا ما اعمله عمليه. احنا كلنا عندنا ديبيت سيبتا زي ما اتفقنا. هل اعمل عمليه؟ لا، طالما انا مش ميد سيبتا. لما الحجز الانفي يسد اعمل لك عمليه اصلحها. سيمبتوماتايزنج ديليت سيستم بشرط يكون معدي سن 18 سنه. تمام؟ تو افويد اريست اوفيشال جروث. طيب اما الانديكيشن هنا برضه سيمبتوماتايزنج ديليت سيستم عند اي سن. تمام؟ سيب لي حته لو في ديسلوكيشن، بس هي بالمنطق يعني لو في ديسلوكيشن انت هتشيل ولا هتعدل؟ هعدل، ما هو طلع من اللوكيشن هرجعه تاني. انت فاهم؟ وبالتالي اسمها سيبتو بلاستي مش اس ام ار. ولا اعمل تمام؟ بصوا يا اولاد النوز اهي. غلطان وغلان. تمام؟ اللي حصل هعتبر ده ميزه سيبتو.
الليزر سيبتم ده من ناحية واحدة، انا بقى شايفه من ناحية واحدة، عبارة عن كارتلج من هنا وبون من هنا، ومتغطى من هنا في ميوكو بريكوندريم ومن هنا في ميوكو بيروسكيم. كلمة ميوكو بريكوندريم عن ميوكوزا وتحتها البريكوندريم، ميوكوزا وتحتها البيروسكيم. لما تيجي تشيل انت هتفتح هنا انسيجن، ترجع نص سنتي وتفتح هنا، رجعت نص سنتي من عند الانترو اند بتاع الكارتلج وفتحت، هتفتح ايه؟ الميوكو بريكوندريم فقط. يعني الكارتلج جوه سليم، كاني جبت المشرط وفتحت الجلد، ما عورتش المصري اللي تحتيه. فانا فتحت ما عورتش الكارتلج اللي تحتيه، ما خربتوش. وبعدين لما فتحت بالمشرط رحت مدخل الديستكتور، الديستكتور بحته حديده بتسلم السكشن. تمام؟ اروح مدخل الديستكتور وافصل الميكوبريكوندريم عن الكارتلج. بقى المنظر الاتي. كارتلج اهو ده انترو فيو. انت فتحت من هنا للطور الحته دي سبت نص سنتي، فتحت من هنا ما عورتش الكارتلج، ورحت رافع الفلاب ده كده، فاهم؟ دخلت من هنا رفعته، فاهمين النقطه دي ازاي؟ الفتحه بتاعتك دي اللي انت فتحت منها ترجع لورا سنه نص سنتي برضه، وتروح فاتح بقى بالكارتلج بقى هنا، رجعت لورا نص سنتي ورحت فاتح الكارتلج نفسه بالمشرط من نفس فتحتي من نفس الناحيه. اوعى تتخيل ان احنا بنفتح من هنا ومن هنا، والا الكروميني بيقصوا بعض يحصل سته بيرفوريشن، لان الكارتلج افاسكولار. انت بتسيب ناحيه واحده سليمه كلها، بص ايدي كده، فتحت الكارتلج ودخل الديستكتور بتاعي من هنا، افصل ده، يبقى المنظر الاتي، كل ده سليم. يبقى في تو فلابس، ميوكو بريكوندريا فلاب، وان فلاب اللي انا دخلت من خلاله، وان فلاب سليم. فهمتوا اللعبه؟ اروح جايب المقص بتاعي وقاصص وقاصص مقصوص جاي، واروح شايله رامي في الشارع، واروح جايب التو فلابس عادلهم بقى. خلي بالك انت سبت ايه علشان المناخير ما تتقص؟ انت سبت الحته دي سليمه واوريدي راجع نص سنتي زي ما الحته دي سليمه. جاوبت لك على سؤال، سايب الفريم ورك، انت فاهم؟ حتى لو الفريم ورك ده معوج مش هيسد. فهمتوني ولا لا؟ اذا انا دخلت رفعت فلاب ريكوندر الفلاب، وبعدين شفت الكارتج، رفعت الفلاب الثاني، رحت ايز الكارتج ورميه، رجعت التو فلابس، خلصت العمليه. تمام كده؟ سايب الفريم ورك. طب ما افترض خطا ده اتشال منك، بتحصل مع ناس كتير، ويلكم انا عامل ورق من باسكت بعد كده. يعني ما بقتش حاجه معايا، ياما ياما ناس رفضوا يعملوا في 206 عندنا، وراحوا عملوا عند ناس وجالب ديفورميتي، بدل ما تاخد 1000 جنيه تاخد 10000 جنيه مثلا 15000 جنيه، لما تصلح حاجه بقى دي كومبليكيشن. ومن هذا المنطلق ممنوع تعمل استعمار لو في ديسلوكيشن. الشطور يقول لي ليه؟ لانك اوريدي بتسيب الانترو اند اللي هي ديسلوكيتد في الاستعمار. تخيل؟ يعني لو عندي ديسلوكيشن، مش انت اوريدي بتسيب الحته الديسلوكيتد دي في الاستعمار؟ يبقى ازاي تعمل له استعمار؟ الديسلوكيشن ما ينفعوش الا ان لازم اعدل. فاهم يا محمد؟ فاهم؟ الحته دي انت بتسيبها اوريدي في الاستعمار. طيب امال السيكو بلس بقى عباره عن ايه؟ الستو بلاستي بقى هي مش زي ما انا بشرح كده، بشيل الكارتريج وادق عليه ويكمل يبقى صح مش غلط، وادق عليه هلاقيته زياده عن اللزوم، اروح حاصص منه حته صغيره واروح حاطه تاني. لكن اللي هو بيعملوه وده مش غلط ومكتوب في الكتب بره، لكن لما يكون واحد بروفيشنال في الديليتد سيستم هو بيرفع التو فلابس دول ويشرط السيستم في مكانه، ويشرطه بالمشرط يقطعه فيبقى طيب فيعدله، انت فاهم؟ اللي هي الحته دي انا روح شايف. المهم ستريتنج ورجع الديسلوكيشن. ايوه. لا هو هنا سابها، ساب دي، المفروض يسيب دي ويسيب دي. لا شال كل ده، كل ده اتشال كمان في الشارع. بس ايدك لو كانتك هنا في البرفورم بليد
فاهمين كلام الاولاد ولا لا؟ ده عمليه سهله جدا، عمليه لذيذه قوي معايا. يبقى اذا ده الاس ام ار او السوبر بلاس راجع للمصادر التمور التكنيك الاناتيزيا جنرال او طبعا لوك الاناتيزيا زي بقى احد الناس مات فاضل مات في مستشفى الطلبه وهو بيعمل اس ام ار في لوك الاناتيزيا من 7-8 سنين تمام. فدي فين كانت قضيه كبيره جدا. فدي فين بقى لوك الاناتيزيا العين يبقى شايفك كده وفتح عينه وانت عمال تخبط وتكسر يا كويس. انا نفسي ما اقدرش اتحملها معايا في ناس بيعملوها. هو جنرال او لوكال؟ احكي لكم قصه الدكتور. لا انا حكيت لكم قصه الدكتور اللي كان بيعمل كل عمليات المناخير بلوكا الاناتيزيا. راح العيان مفصفص وواقع كانوا مكتفينه راح نطط فوق العيان وكمل العمليه على الارض. ده استاذ طلع معاش عندنا مشهور جدا وشاطر جدا الحقيقه. كان كل عمليات لوكا الاناتيزيا قال لي الدكتور تختار ليه ويدفع له فلوس وبتاع على طول بقى قدامي. فكل عملياته تكتيف وطيوكين سبراي وبتاع ويعمل عمليه انت فاهم. ففي عيان كان قوي شويه فشاف المنظر قعد يفضفض راح وقع من على الشيزلون من على طاوله العمليات واحد جدع فاهمين. طبعا راح ناطط عليه ومكمل العمليه على حاجه هو ده حاجه بجد. هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ المهم يبقى دي الاناتيزيا جنرال او لوكال. يفضل جنرال عمري ما عملتها في حياتي. الانسيجن فيرتيكال انسيجن ترجع نص سم وتاخد فيرتيكال انسيجن فين؟ في الميكو بريكوندريا كوني فاهمه؟ يبقى في الميكو بريكوندريا الباس تمام؟ على بعد نص سم ورا الانتروينت بتاع السيبتوم. تتاليفيت الميكو بريكوندريا اللي هو ده وبعدين تفتح الكارتريج وتاليفيت الناحيه الثانيه تقص تشيل بعد ما شلت عدلت التو فلاكس الميكو بريكوندريا الفلاك في النص احط انتيريو نيتال باك حشو شاش بازلين هنا وشاش بازلين هنا علشان يكتموا ايه؟ التو فلاكس يبداوا في بعض. عارف لو انت ما حطيتش تو باك وزنقت هيجي هيماتوما هيتجمع ده في بينهم يبقى اسمها سته الهيماتوما معايا يا ولاد؟ يبقى لازم تحط باك لمده 48 ساعه علشان يلتقوا. السيتوبلاست بقى الانفيزيا نفس الكلام جنرال او لوكال. الانسيجن السيتوبلاست مختلف عن الاس ام ار في الانسجن ليه؟ لان يوجوالي في ديسلوكيشن. فانا بفتح مش نص سم ورا الانترو اند انا بفتح على الانترو اند نفسها اللي انا هعدلها مش هي الانترو اند ديسلوكيتد افتح عليها نفسها شخصيا معايا وارفع يكون فلاش واعدل واقفل تاني واحط برضه باك لمده 48 ساعه. بس عشان دكتور بس الصوره اللي قبليها ثانيه حضرتك بتسيب اي بقى جزء هنا الكومبليكيشنز اوف اس ام ار. ايه الكومبليكيشنز؟ اوبسيتا سيرجري عامة اس ام ار وسيكو بلاس اي بي سي في اللي هي دي الثقيله يعني. اناتيتي كومبليكيشن، كومبليكيشن اوف انتيزيا جنرال انتيزيا واللوكال انتيزيا اللي بينهم كومبليكيشنز تمام؟ هما ثلاثه ايه؟ هناخدهم في اللواز مش لازم تحفظهم دلوقتي. انا ثلاثه سكر ريس مش عارف ايه تمام؟ فده كومبليكيشن اوف انتيزيا. بوست اوبريت هيماتوما، امتى يحصل هيماتوما؟ لو ما حصلش باك. لو ما حصلش باك بالظبط. مره حصل الاستاذ قال لي ايه؟ وانا نايم قال لي ما حطش باك يا اخي حرام عليك. الكتير ده عليه بيتك منه قوي. ده اول سؤال يساله لك وهو قاعد في وهتحط لي كتير بعد العمليه يا دكتور. اصل الكتير ده حاجه جباره. انا مره بشيله البنت البنت ما جربناش حاجه لانها مقبضه عليها طبعا بيتشال من غير بنت. الام جالها شوك وبيدوم. هو انا ما بدخلش اهل العيان ابدا مع العيان وانا بشيل باقي اقعد معاه ما تعرف لا اتحرق بره فاهم. اصل انا لما يجي له شوك مش هعرف احتاس بمين انت فاهم؟ يبقى بوست اوبريتيف هيماتوما هيموريج طبعا النوز هاي لباس ولا انفكشن سته الابسس لو غيره هيماتوما وسينوسايتس لو قالتك مش معقمه اديشن. تخيل ان الاديشن ده هي الكومنست كومبليكيشن لكل عمليات المناخير ازاي؟ تخيل لو انت عورت الميكوزا دي وعورت الميكوزا دي مش الاثنين جنب بعض يحصل اديشن انترانيزال سايكل
وده مشكلتنا. بيجي لك عيان ليبي ولا عيان سعودي عيادتك يقول لك ايه يا دكتور انا عندي يومين ثلاثه في القاهره وهسافر بلدي وعندي نوع حاجه الف او اي عمليه في مناخير وعايز اعمل روح اعملها في بلدك. طب ليه؟ اصل انت مش عمليه بطن، البطن واسعه اما المناخير ضيقه، لازم تستمر معايا اسبوعين ثلاثه اربعه بعد العمليه. ليه؟ علشان اتابعك كل يومين ثلاثه اشوفك، لو لقيت لسه بتكون اديشن بقطعها ويا لسه ريسنت في العياده على طول، مش اعملها لك وتروح ويحصل هيلينج ومناخيرك تقفل اكتر من الاول. لا، ده محتاجه متابعه فريكوينت فيزيتس، تمام؟ علشان اصلح لك المشكله. يبقى اذا الكومنست كومبليكيشن انترانيزال اديشن او سايكيا. طب افرض الدكتور كان شاطر قوي فاتح الفلاب من هنا والفلاب الثاني اتعور منه سته البرفوريشن، فاكر؟ سته البرفوريشن. بس انا عايز اسال سؤال، البرفوريشن سبيد عارف الاستمرار ولا سبيد بلاستيك؟ شايل سكيلتون معايا، اما سبيد بلاستيك اقل. في ايه برايمريه؟ لو انت عورت يا دكتوره مروه كريبيفورميت دي اللي سرحت على فوق. ديفورميتي لو انت شلت الانترو اند دي السبيرو بار، السبيرو بار معايا اللي هو ده سوبرا تيب ديبريشن، تبقى هنا السوبرا تيب وقعت بتروح جايبها لك حته من الكونكر كارتريدج من هنا من الاير وتروح حاططها له مكان الكارتريدج اللي اتشال معايا كتجميل. يبقى ديفورميتي سوبرا تيب ديبريشن. بس السوبرا تيب ديبريشن ده اللي هي ديفورميتي اكتر في الاستمرار ولا السيتوبلاست برضه؟ استمرار لان شايف، اما السيتوبلاست ما بتشدش. ده النوش، دي الكولومينا، تمام؟ ده السيستم ودي الانترو اند، ده نيزل سبيكولم داخل اهو. فين الدكتور عمرو؟ عمرو مين؟ تنزل لا تنسي عيان. طيب يبقى ده النيزل سبيكولم ودي الكولومينا، هدخل بالنيزل سبيكولم فتحت وبعدين احقن زيوكين ادرينالين، ادرينالين ماسكول ستريبتور وزيوكين ده لوكال انابيتيك علشان لما يصحى من البنك ما يتوجعش جامد. لكن لو عامل نايم اندر شجره بحقن اهو، شوف اول ما يتحقن يحصل برانشنج بيض لان البلاد بس بيحصل لها ماسكول ستريكشن. هو هنا بحقن اهو، شوف بيترفع وبيبرانش. انا على فكره ما شفتش فتح كده الانسيجن الاولاني الكارتريج باين ابيض اهو شادينه، تمام؟ هيرفع فلاب اللي هو ناحيته ده ناحيه انا. التصوير هنا صعب جدا على فكره. الكارتريج اللي هو باين ابيض ده حط السبيكيولوم منه اهو، الفلاب اهو بترفع. طبعا احنا بنصور بكاميرا فوق الراس ومحتاج تقعد تتحرك فالتصوير وحش جدا. ده الكارتريج يا اولاد كده رفع الفلاب، يعني كده رفع جاب الفلاب هنا. هنا هيقص الكارتريج ده بقى ويدخل الناحيه الثانيه. تمام؟ او قصه داخل الناحيه الثانيه. يعني هنا دخل على القدر فلاب من نفس الناحيه اهو. اهو الكارتريج اتقطع اهو شفتوه؟ هيدخل الناحيه الثانيه يرفع الفلاب الثاني. ليه يا باشا؟ هو كده بيرفعه وحتى لو انت كده برضه ضعيف الشفاط. بص كان بيرفعه بالشفاط صح؟ بص بقى ده فلاب وده فلاب والكارتريج في النص اهو، خدتوا بالكم؟ هيقص بالمقص من فوق ومن تحت ويشيله يرميه في الشارع، تمام؟ ويرجع تو فلابس، يعني الكارتريج في النص اهو هيسيب الحته اللي فوق وهو اوريدي شايف حته هنا فوق كله منها، لكن رجع لورا وهو بياخد انسيجن، فهمتوا؟ يبقى اذا اهو قص بيقص اهو، تمام؟ حته فوق قص من فوق وبيدخل سكينه مرجيحه تقص تقطع، فبص السكينه دي بتشق هيدخلها كده ويطلع ويطلع يبقى الكارت اللي طلع معايا اسمها سويب النايف او سكينه مرجيحه اهو مرجيحه، تمام؟ بص طلع الكارت اللي شاف، خدت بالك؟ شال، خدت بالك؟ تمام؟ لسه حته كارتريج جوه هيقعد يقرقضها ويشيلها وبعدين يحط تو فلابس ويحط انترو باك اهو بيشيل الباقي، تمام كده؟ سته الهيماتوس يبقى الاوبريشن النهارده الاستمرار ارجع مكاننا، ارجع مكاننا بس الامران سته الهيماتوس. كم من في الحاجز الان بيقول ده كوليكشن اوف بلاد عامله زي الهيماتوما بتاع الاوريجن،
كوليكشن اوف بلاد ما بين الميكوهيكوندريم والكارتيج. ده يوجوالي توماتيك طبعا في التوما. تمام؟ توما زي ايه؟ جراحه؟ اه لسه مره وصلت بلاد لو انت ما حطيتش باك. تمام؟ ممكن اسرين يا دكتور؟ اه في فراكشر نوز ممكن يحصل سته مدومه. معايا؟ كلينيكال بيكشر. يا جماعه ما فيش واحد بيجيله هيماتومه ناحيه واحده. سبحان الله حتى لو خبط من ناحيه واحده بينزف من ناحيتين لان التروما بتسمع الناحيه الثانيه بينزف من ناحيتين. وايش مفاجاه في يوم ثلاثه عملياتنا كل يوم ثلاثه؟ وايش مفاجاه في يوم ثلاثه ورا 10 درس نص ساعه طبعا الصبح هنا انا رايح ومجموعه الطلبه عايزين يدخلوا معايا دكتور عمليات فالنايب بيقول لي في حاله سته الهيماتوما طالعه من الحوادث بعد ما بنج العيان وانا داخل عليه بقول لهم ايه؟ الهيماتوما تليوني ولا باي؟ باي لازم باي استحاله يوني. وايش مفاجاه في العيان؟ اه والله حركه لا يسأل ولكن هو لازم باي. الصوره دي بتيجي في امتحان الصور اهي هيماتوما اهي هيماتوما البوست سايز اوف سيمتوم بايلاترال ليزا اوبستراكشن هو طالما بقى بايلاترال فهي بتعمل ديستشارج بس علشان ريزن فبتلحقش تعمل انفكشن ديستشارج ولكن لو قلتها مش غلط بايلاترال ليزا اوبستراكشن الساينس بالانتيريور انوسكوبي هلاقي بايلاترال فلاكتي 1 سوري فلاكتي 1 تمام دم بايلاترال فلاكتي 1 يعني بيلب فلاكتويشن يعني طار بيلب عارف البالونه تمام بايلاترال فلاكتي 1 سويلنج ان بوث سايز اوف سيرفر لو انا دخلت سرنجه تجيب ايه؟ دم بينما السته الاكسس هو هو بس لو دخلت سرنجه تجيب بس تمام مع فيفر وبروبنج بين وحاجات دي في الاكسس كومبليكيشنز هيتحول الى سته الابسس وتكتب لي كل الكومبليكيشن بتاع الابسس الموضوع اللي بعده تمام؟ يعني كده بقى واضح ايه التريتمنت؟ ثلاثه تريتمنت اول حاجه سيستميك انت بقى عشان ما تقلبش الى الابسس نمره واحد وبريفنت الابسس اللي هو انت بريفنت سكند الانفكشن انسيجن هو ايفاكيويشن الله مش انا عملت انسيجن ودرينج؟ اه ده انا لازم افضل الدم برضه يبقى انسيجن هو ايفاكيويشن ولا عمور يا محمد؟ بصوا يا ولاد ده ميوكوبريكوندريوم وده ميوكوبريكوندريوم وفي النص الكارتريج الورق الابيض ده الكارتريج تمام؟ فالهيماتوما عامله كده متجمعه في بوث سايدز اوف كارتريج تمام كلام؟ لو انت دخلت وخدت انسيشن هنا فيرتيكال وهنا فيرتيكال الاثنين هيبقوا قصاد بعض لو هنا هورزنتال وهنا هورزنتال الاثنين قصاد بعض يبقى نسبة الستة البرفوريشن عالية قبل على طول الخط. إذا آخد واحد فيرتيكال هنا وواحد هورزنتال هنا. يبقى قبل 1 بوينت يبقى نسبة البرفوريشن أقل. اصحى يا دكتورة محتاج. اصحى. تمام؟ يبقى إذا هاخد انسيشن فيرتيكال من وان سايد وهورزنتال على الثاني يبقى إذا كده أنا بقلل نسبة الستة البرفوريشن. كل ده علشان أعمل إيه؟ ايفاكيويشن للدم. علشان ما يجيلوش أبسس. طب وبعدين؟ انت هنا بعد ما حطيت الهيماتوما عملت ايه علشان ما تتكونش تاني؟ ضغطت الشاش تايت باندج نفس الكلام احط باك بعد ما فضيت الدم احط باك من هنا وباك من هنا يشبهوا في بعض يلزقوا معايا علشان ما يبقاش فيه ليد سبيس لان الميكوبريكوندريا ما عادش لازم في الكارتلج فاحط باك من هنا وباك من هنا لمده 48 ساعه عشان يلزقوا تو بريفنت ريكارنس في كوليكشن فاهمك؟ يعني بعد ما فضيت الدم اللي هنا والدم اللي هنا احط باك هنا وباك هنا يزنوا سته الابسس هو نفس الهيماتوما بس بدل كوليكشن اوف بلاد كوليكشن اوف بلاز ما بين الميكوبريكوندريا والكارتريج الاسباب دكتوره فاطمه تفتكري الاسباب بتاع البريكوندرايتس ايه اسباب البريكوندرايتس؟ انفكتد هيماتوما انفكتد سيرجيكال وورد فرانكلين سويت كلينيكال بيكشر سيمبلز طبعا ابسس يبقى جنرال فيبر وهيليكوماليس وانوريكسيا اكيوت ايتس تمام لوكال بين ما قلتهاش في هيماتوما تمام بين هيبقى ثروبنج تمام لما المص يتكون والابسس يستوي بايلاترال هيزا اوبستراكشن ولما يفقع هيجيب بيرلنت ولا بيكو بيرلنت
فيورولنت ده مش جلوكوز ده تحت الجلوكوز فيورولنت نيزل ديسشارج لما يفرقع طبعا لو فرقع هيعمل سته بيرفوريشن لان الباص دي مكان الكارتريدج تمام كده السؤال هنا لو جات لك صوره زي دي تقول عليها ابسس ولا هيماتوما ما اعرفش نعرف منين لو قال لك ليه استروكتروما يبقى ليه هيماتوما لو قال لك ليه فيفر او تروما يبقى ليه ابسس ما قالش خالص الهيماتوما طالما قالش ما هو ما قالش فيفر وتروبيك بين يبقى عندنا هيماتوما معايا؟ طيب الساينس هتقدر نشكر ملاكم الفلاكتوال تندر فوت كلمه تندر تندرنس يبقى ساين اوف انفكشن فاكر الكلمه دي؟ زي البيركوندرايت يبقى بايلاترال فلاكتوال سوري تندر سويلنج علمنا تحت كلمه تندر ان بوث سايز اوف ذا سيمتوم لو شفط يجي بس تاني لو شفط يجي دم كومبليكيشنز كمان سباينال ترومبوزس الله الستة نفس ده في الدنجرس ايه وفي فيز ممكن يجيله كمان سباينال ترومبوزس طبعا تمام نيكروزس للستة كارتريج اتاكل وبالتالي عمل ستة البيرفوريشن يا ريت كده وبس ده ستة البيرفوريشن وسوبرا تيب ديبريشن ديفورميتي بص الايد كده ولا عمرو الابسس هنا يا اولاد اهو تمام ان بوث سايد الكارتريج ده تاكل نيكروزس اتخرم كل ده تاكل راحت الحته دي وقع ما عادش في سكيلتون فاهم يبقى سوبرا ديب ديبريشن فالمناخير يبقى شكلها كده بقى هي الصوره اللي كانت من شويه الصوره اللي كانت من شويه اللي هي الحته دي وقعت ليه لان السكيلتون اللي وراها تاكل طب والبوني بارت اللي هو اللي ورا بتاع الست لا مالهاش دعوه بالبوني الكارتريج اللي هو افاسكولار مش ممكن الابس الثاني يفتح لا لو شفت الاسكيلتون لا ده كارتريج تمام التريتمنت بتاعه تخيل ان التريتمنت بتاعه يا دكتور هيتعب هو التريتمنت بتاع هو بس هنا ستيميك اند بادج في التري هنا اسمه بريفنت هنا استيشن ايفاكيويشن او درينج للباص فرزنت في ناحيه وبكتل في الثانيه تو افويد بريفوريشن وانتوري ليز باك تو بريفنت ري كونكشن يعني هو فورم بريفوريشن الاسباب ممكن تكون تروما وكرمت على فكره انا بتكلم في سؤال مهم بوس وستة بيركويشن تروما وكرمت ممكن انفلاميشن وكرمت كانسر وعدى الناحيه الثانيه مالجنت تمام والكوكين ادكشن ده توكسيك اول حاجه تروماتيك سيرجيكال واكسيدنتال اي تروما في الدنيا سيرجيكال واكسيدنتال سيرجيكال تروما الاستمرار والسيبتو بلاس لو قطعت تو فلابس ان بوست سايدز بس نسبتها على اثنين استمرار كوترايزيشن اف دان بايلاترالي ان ذا سيم تايم سبنتينيوس يعني ايه كوترايزيشن كاي؟ طفل جاي لك بينزل من مناخيره هتعمله ايه؟ هتكويله اظن اسمها طعم الكاي لو كويت له هنا وكويت له هنا حرقت له الناحيتين اتخرمت لازم تكون ناحيه واحده بس معايا؟ وبعد وتوقف الدم الناحيه الثانيه باي طريقه ثانيه وبعد اسبوعين لما يحصل دي الناحيه دي تبقى تكون الناحيه الثانيه يبقى لازم يكون في جاب اسبوعين بين الكوترايزيشن عن الناحيتين لو كويته وقطعت الكي ده نحرق وبالتالي بيكون بيتريت البلاط فيسل فالبلاط سبلاي بتاع المنطقه دي ضاع فلو كويته الناحيتين مفيش بلاط سبلاي اتخرم الحته دي ماتت تمام يبقى كوترايزيشن لو ودي شفناها كتير على فكره ناس بيعملوها الحقيقه اكسدنتال الجماعه اللي بيلعبوا في مناخيرهم ده في ناس حريفه تلاقيه طول ما هو قاعد الواحد رايح يشتري فاكهه في يومين ثلاثه مش فاكر لقيت الراجل عمال يعمل كده قلت له العربيه ولا نو سبيكينج انا اسف واكثر في الستات والبنات نو سبيكينج الحقيقه بنشوفها كتير قوي في الستات تجي لك بيشر تلاقي الحاجز الانف معقول تقول لها في دكتور عمل لك عمليه في مناخيرك قبل كده؟ لا انت بتلعبي في مناخير كتير يعني بتاكل طول النهار عندها شغلتها تجي لها لوكالايز ريكوندرايتس وتتخرب صباع خرب لها مناخيرها؟ والله ده كانت موجوده بنتريتنج انجري او ده برضه كلام الحلمنتيشي واحد بيتخانق مع واحد قال ايه صلى هديك خرابي يعني كلام فارغ انفلاماتوري ده الانفلاميشن كلها خدناها يا دكتوره ميتات افيوز زي السيبتال ابسس اللي خدناه شويه كرونيك قول لي السيفلس يخرج من قدام ولا ورا؟
ورا البني بار ليه؟ عشان ده بيبقى مش بيبقى ويعمل بريفريشن في بعض البلد كمان اللوباس والليبروسي قدام ورا الدم ورا الدم ده بريفريشن اسمه ايجو تنيشن نيوبلاستيك كانسر وكرم توكسيك انفكشن علشان كتير سكين يا وباس ريستريكشن ولاد الصوره ديت امتحان استوعب او كورما او حاجه الانتي مايكروبيال يقول لك ايه كورما في الحاجه الانتي طبعا او ايه او كورما تمام؟ ايه بقى سيمتوماتيك لو الخرم اسمه ايه مشكله يعني تمام؟ ايبستاكسس وكراست الله ايبستاكسس اولا كراست ليه؟ مش الهواء بينفذ بين الناحيتين فالبرابيه هتنشف فيجي يشيلها ينزل يبقى ايبستاكسس وكراست ديستشارج ويا حبذا لو الخرم صغير شويه كده بحيث ان الهواء يتسبسب يعمل صوت فهو نايم في وسط البدون ولكن الاخير بتصفى يا دكتور بتصحيني منه علشان الخرم بينفذ هواء whistling sound عامله زي هنا معايا during respiration انا بس ايدي مربوطه علشان في النهارده كان حد بيسجل لكن الحقيقه اقفل الكاسبر ده whistling sound during respiration اللي هو الكورب بينفذ الهواء ما تنساش الستاسس والكراس اللي موجود على الكورب العلاج بتاع الحاله دي ميديكال وسيرش ميديكال هو مشكلتك في الكراس فالكلاينيزا دوش دول شرب الكراس تمام كلوجر للبربوريشن صنعوا له حاجه بلاستيك زي الزرار تمام يروح حاططها بص بوتر لايك اوبتوريتور يعني حاجه بتسد يعني اوبتوريتور يعني فقر صنعوا له فقر ده الخرم بتاع حاجه الانف فحاجه بلاستيك كده يروح مدخلها وتروح طاقه وراكبه الناحيه الثانيه يدخلها بالضغط فاهم بس عيبها انها فرع فاضي بتكون انفكشن حواليها وجايه وحشه فيغسلها من حد تاني زي يشيلها لو هو مش محتاجها وصغير كل فتره لان البلاستيك بينوب ويعمل انفكشن كل تسع شهور تتغير تسع شهور تتسمم ده اسمها بروجر ذا بيرفوريشن باي اوبتوريتور اوبتوريتور شكله زي البوتل بوتل لايك زي الزرار طب ده واخد نفسك يا دكتور هتسد الخرم ده جميع عمليات سد الخرم بقت بالفشل الفشل تمام ما اعرفش انتوا كنتوا موجودين في العمليات الثلاثه اللي فاتت او اللي قبلين وانا بقول ليه تدخل سته البرفوريشن؟ يعني فارس مش عارف بيقول لي في سته البرفوريشن ليه يا ابني تدخل سته البرفوريشن؟ ده كل عمليات فشل ده يا دكتور بتنجح معايا وبتاع فجاله الاستاذ يعملها معايا بعد العمليه وكان متحمس قوي بعد العمليه هو عصبي شويه انتوا مجموعه منكم شافيته بيقول شويه ده في العمليات اللي فاتت ما اعرفش حد فيكم اكيد فاكره فبعد العمليه طبعا انا ما اعرفوش اسمكم كويس او بخش بيتك ازاي تدخل سته البربوريشن فما انت شايف قوه الاخر انت فاهم؟ يعني سته البربوريشن جميع عملياتكم تكون في الفشل هنا وبره ليه؟ اصل بيبقى في مو بلاد سباي في المنطقه دي بيحصل لها فيبروزس فكل ما تيجي تعمل جراحه او فلات ما ياخدش فيتخرم تاني معايا؟ يبقى اذا كروجر للبربوريشن بتمبراري سبيشال جراحه او ميوكوزا فلات من التربنت تمام كلهم بيبوء بالفشل علشان الباد بلاد سبلاي بعد ما بيحصل بيربوريشن بيحصل فيبروس حواليه الكورن فبيبقى في باد بلاد سبلاي دي كانت نص حته الرجيك راينايت حساسيه الانف وما اكثر حساسيه الانف انت عارف ان ده انا لما كل عيان بقول له ان ده مش جديد ده مش مرض ده مجموعه من الاعراض نتيجه ان عندك جين الحساسيه اول ما يتعرض للحاجه دي انت حساس بيها تبتدي تعطس وترشح ومناخيرك تجلد بعدت عن الحاجه اللي انت حساس بيها تبقى بني ادم كويس يبقى هو مش مرض تمام؟ اذا كان غير اللي بيتكلم يوسف ده هايبر سنسيتيف هايبر افراط الحساسيه هايبر سنسيتيف معايا؟ هايبر سنسيتيف السينونيزا الميوكوزا الميوكوزا بتاع الجوز والساينس السينونيزا الميوكوزا ديجيت باي ايميلوجلوبين اي بالمناسبه ده هايبر سيف رياكشن تايب 1 فاكر هايبر سيف رياكشن لغايه 4 كانوا خمسه هو خمسه دلوقتي تعرف هو خمسه حتى جرانيولوما لا سميتها في جرانيولوما يبقى ده حاجه جديده بص هايبر سيف رياكشن تايب 1 تايب 1 بيتقسمت الى جنرال ولوكال اللوكال ده اللي انتوا سميتوه الاتومي فاكرينه؟ والجنرال اللي هو الانفلاكتيك شوك سيستمك معايا؟
ده بقى القطبي، يعني هو باين الانفلكتيك شوك بس لوكالايز. يبقى هايبر ستيت رياكشن ده سايكليزا بيكون لما جيت مع اي جي اي الهيموجلوبين اي تمام لتوردز انتيجينيك ماتيريال. ليه انتيجينيك ماتيريال؟ اول ما تتعرض لها يا دكتور ريكارنت اتاكس اوف اربع حاجات: سنيزنج، عطس، اتشنج، حرقان تمام، راينوريا، رش بايلاترال لوكالي. الا لو حصل انفكشن يبقى بيكو بيرلنت تمام، وليزر اوبستراكشن من الاديما اللي حصل. انا مره كنت في عزومه في مكان كده قبل الاسماعيليه ومكان جميل قوي، واقيس مفاجئ، عينيا احمرت وعطس ورش وكلام، وكان المفروض تيجي بعد العشاء تقريبا يعني. فطبعا ما استمتعتش خالص، وانا معيش العربيه، احنا رايحين ثلاث اربع في عربيه واحده في الطريق استناهم لغايه ما خلصوا. المكان كله زرع وورد وبتاع فاهم، عطس ورش وكلام. الرش كرونيكس حاجه مشهوره جدا انت فاهم. يبقى اذا الحساسيه دي عباره عن، الحساسيه دي عباره عن ان انا عندي افراط حساسيه زياده عن اللزوم لحاجه في الجو. اول ما اتعرض للحاجه دي يجي لي الاعراض تمام. الاعراض دي عباره عن ايه؟ عطس وحرقان اكلان، ده علشان الاستابين ريليز، عشان كده بناخد الاستابينك بتاع معايا، رايوريا ونيزر اوبستراكشن. هفسر لك كل ده ليه؟ على فكره ده من الديزيز اللي بتقال الديفينيشن والكلينيكال بيكشر في قلب الديفينيشن زي المنير معايا؟ طيب التايبس، انواع الحساسيه. في حساسيه موسميه يا دكتوره مروه اسمها سيزونال، تيجي في سيزون وده معظمنا عنده، زي السبرينج كاتار بتاع الرمل الالرجي كونجكتيفايتس معايا؟ سيزونال بتيجي في موسم القش، يقول لك حرق القش تمام؟ زي الهي فيفر، هي فيفر اللي هي القش معايا؟ يبقى سيزونال اللي هو موسم حبوب اللقاح وهكذا. برينيال يعني طول السنه، كل راوند ده برينيال طول السنه. ست البيت عندها برينيال اللي عماله تنظف السجاجيد وتعمل، وكل ما تنظف البيت شتاء صيف خريف تعمل راس وتشرب وحاجات كلها انت فاهم؟ بس النوع الاكثر انتشارا برينيال مع سيزونال اكسسربيشن. شوف الست دي كانت مستمتعه جدا بهذا الورده. اتاري جوزها عارف ان عندها حساسيه، اداها الوردة فقعدت طبعا تلخص وتشرح وهكذا معايا؟ اعرفها كده مش مهم. الاسباب يا دكتور، انت ليه بتتعصب لما تشوف محمود؟ دي وجوه فاهمه. اولا انت جواك حاجه غلط اللي هي ايه؟ انت موضوع عصبي جينيا، انت عصبي مش المفروض انك تتعصب لما تشوف محمود. يبقى انا في حاجه سيد محمود، في حاجه محمود جلس ده موتين بيرد عليا. اذا كوتو تو فاكتورز، حاجه جوايا بريدسبوزنج فاكتور، حاجه جوايا واكسايتنج فاكتور محمود بيهين انت فاهم، بيهين العصبيه بتاعتي، بيخلي وشي يحمر والضغط يعلى ويعصبني لما اشوفه. الحاجه في البيئه بتاكسايت مي، زائد ان انا اوريدي جينيتيكالي غلط. فهمتوا الكلام؟ يبقى اذا الحاسية دي نتيجة لبريدسبوزنج فاكتور هو العيان واكسايتنج فاكتور في البيئة المحيطة. بريدسبوزنج فاكتور، تخيل اللي عنده حساسية قلب ده اللي بيعطس ويشرح ومناخيره تاكله، واساله باباك عمك خالك مامتك خالتك، يقول لك اه انا عندي. احنا بنكتبها 50% من الحالات بتدي بوست فاميلي هيستوري، اكشولي اكتر من 80% من الحالات، ولكن بنتكلم في كتب 50%. مين فيكم عنده حساسية قلب؟ في حد لا عنده؟ اه طبعا لازم تمام. يبقى اذا 50% من الالرجي كرونيكس بيدي بوست فاميلي هيستوري. فيزيكال بقى، الجماعه بتوع الخليج اللي عايشين تبادل التكييفات، اعلى نسبه حساسيه انف في العالم في الخليج. تخيل ان اللي رايح نورمال بيجيب حساسيه، واللي رايح بقى حساسيه بتزيد انت فاهم؟ لو لقيت حد في الخليج اه طبعا مناخيره بتاكل ويعطس وهكذا تمام. يبقى فيزيكال تشينج ان تمبريتشر. اخيرا ايموشنال، تلاقي الدكتور محمد يقول لك ما عنديش حساسيه بس اعصبه كده خليه يتعصب. تلاقي اول ما اتعصب وشه احمر وبتاع، الايموشنال فاكتور ده تلاقيه بدا يرشح ويعطس وعينيه تحمر انت فاهم؟ تلاقيه بيحصل ديستربنس في الايموشن سيستم بتاعه تمام؟ يبقى اذا جينيتك وفيزيكال وايموشنال. اكزايتنج فاكتور، محمود غلط، محمود اساسا دمه تقيل بيخليني بيعمل اكزايتيشن. يعني محمود لو هادي كويس، وخلي بالك ده عامل مهم جدا الشرح ده بسبب انا عندي حساسيه، انت غلط يا دكتور، انت عصبي اصلا ماشي، ما تجيبليش محمود.
انت قصدي يعني انت بتقول العيان كده تبعد عن الحاجه اللي انت حاسس فيها. لما بتغسل وشك بالصابونه جلدك بيلتهب وياكلك ويحرقك تبعد عن الصابونه معاك. طيب يبقى الاكسايتنج فاكتور اكسبوجر للانتيجين محمود دوت انتيجين. الانتيجين ده ممكن يكون لك عن طريق ايه؟ الشم، الاكل، الحك، وهكذا. الشم، الميلا، البولينز في السوزن الراينايتس، حبوب اللقاح. تمام؟ الهاوس داست، التراب بتاع البيت، في البرينيا راينايتس. حاجة التاجر، الانجستر، سبحان الله العين المصري ده في حاجة غريبة جدا. لو مريض بأي مرض وهو خارج من باب عيادتك يقول لك إيه؟ آكل سمك لبن بيض يا دكتور؟ معرفش إيه علاقة السمك واللبن بالبيض، بس من أكثر الحاجات اللي تعمل حساسية. لكن الفراولة تعمل حساسية، البنانة تعمل حساسية، المانجا، موز، أي حاجة تعمل يا أخي ده الكورتيزون نفسه هو الحساسية اللي بيعالج الحساسية. تمام؟ يبقى إذا انجستنت سمك لبن بيض. انجكتنت زي البنسلين من أشهر الحاجات ده بيعمل أنفلكتيك شوك. أنا شفت عيان وأنا امتياز كان النايب بيحتنوا بأسبرين بس ما كانش ليه نتيجة جراحة. حقن حقنة أسبيجيك أسبرين كان سخن قوي ما بينزلش الحرارة مات. أنفلكتيك شوك. تمام؟ اه طبعا اي حاجه تلاقي ممكن تعمل انافلاكسس. تمام؟ انفكتن فاكر امبارح الالرجي فانجر ساينوسايتس؟ الرجي اجينست فانجر انتشن بس لوكالايز ويجوال انجلاتر معايا؟ فاكر بي سي شي بون اكسبانشن فاكر؟ طيب الكونتاكتن يا دكتوره مروه تيجي البنت من الدور تقف قدام المرايه اول ما تحط الفيس باودر تقعد تقطص وتشرح ومناخيرها تاكلها وبتاع غير الفيس باودر فاهم؟ يحن واحد يحن على نفسه ويحط شامبو على شعره تلاقي شعره شعره فاهم؟ 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 كونتاكتر دي مشهوره قوي بحكايه الفيس باودر فعلا الصابونه الشامبو اللبس هيلبس حاجه معينه يلاقي جلده بياكل وبتاع وبيحصل لها فاهم؟ الميكانيزم ايوه بدأنا تمام؟ بصوا يا اولاد الميكانيزم او الباثوجينيزم اللي انت خدتها السنه اللي فاتت في مايكروبيولوجي اول حاجه انا عايز اسال سؤال اول يوم شفتكم فيه في الدراسه انا كنت اعرف ان محمود خلص انا ما شفتوش قبل كده وبالتالي لما قابلت محمود انا ما بتعرضش ولا وشي احمر ولا اتنفس اذا اول مره بتعرض للانتيجين ما بيحصلش حاجه بس اتعرفت على محمود اول مره ده استحيت لو مش لبيت تاني مره لا بدات اتعصب تالت مره اتعصبت بجد لان اتكون عندي انت بوجي اجينست محمود عرفت ان محمود غير خلاص فالاول اكسبوجر للانتيجين ما يعملش حاجه همشي فاهم اكسبوجر للانتيجين اول مره يؤدي الى فورميشن اوف اي جي اي هيموجلوبين اي انت بوجي هيموجلوبين اي تمام هو محمود دخلك عن طريق ايه يا دكتور؟ مثلا لو شام عن طريق نيزا بيكوزا يروح الانتي بودي مستني على المصدر بتاع نيزا بيكوزا انت خدت بالك؟ يعني هي المشكله في الاميون سيستم انا بستغرب جدا لما عادي تقول لك عيادتك تقول لك ايه؟ يا دكتور انا زهقت لا الحساسيه دي عرفتني كل مره اجي لك تكتب لي علاج اخف وترجع تاني ما الحساسيه ما بتخفش ما هو ده حاجه في الاميون سيستم بتاعك انا بديك مهدئ علشان لما تقابل محمود تبقى هادي لكن اكشوالي هتبطل المهدئ هيتعصب تاني يبقى اذا فورميشن لاي جي اي طب محمود ده بيقول لك عن طريق الشم يبقى هروح الايمينوجلوبين تروح على المصل تلزق في المصل بتاع نيزا ميكوزا تمام محمود جات انا مره اتعرفت عليه بقى ولسه والعساكر بتستناه على المصل هو هياكل من هنا فالعساكر لازقه في المصل مستخبيه في المصل على السيرفس بتاع المصل اول ما الانتيجين دخل لقى الانتي بودي لازق للهيموجلوبين اي على المصل قامت حرب بينهم اتحاربوا بالسلاح ف الطلقات راحت جايه في المصل مفقعه المصل راحت مفقعه طلعت الكيميكال ميديتورز دي جرانيوليشن تمام او ربشر للمصل ادت الى ريليز اوف هيستامين اشهرهم سيرتونين ليكوترينز سلوري اندنج سبسنس وكانفلاكسس وهكذا الحاجات بتاع الحساسيه يبقى اذا اول اكسبوجر ما عملش حاجه وممكن تاني اكسبوجر اقل تالت اكسبوجر اكتر وهكذا تمام؟ ري اكسبوجر قامت معركه بين الانتيجين والانتي بودي على المصل ادت الى فرقعات المصل
طلعت الكيميكال ميديتورز تروح عاملاها لي خمس حاجات. اولا الكيميكال ميديتورز دي هتعمل مصدر ريديشن وانكريت كابيلاري بيرميابيلتي علشان كده رشح، وفي نفس الوقت مصدر ريديشن سد الميكوزا ده تمام. ده مصدر انكريت سيكريشن بالسيرويزرز جلاند رشح برضه. ايديما في الميوكوزا سد كتب تمام. سموث ماسل كونتراكشن بس يمكن اكتر في البرونكال ازمه، انت على فكره هي نفس الميكانيزم. هو البرونكال ازمه اطول، وبالمناسبه اللي عندهم الرجل والناس عندهم برونكال ازمه بنسبه 40%، وفي ناس بنسبه 60% من 40 تمام. يبقى ايديما في الميوكوس ميمبرين، سموث ماسل كونتراكشن، سيلولار انفلتريشن بالايزوفيلز. انت عندك كده حاجتين، ايزوفيليا هنا والميوكوبريت اي في الدم عالي معايا، وبرضه الايزوفيليا بتبقى عاليه في الدم مفيش مانع، ولكن هنا اعلى. يبقى عندك حاجتين بتشخص بهم الحساسيه، ايزوفيليا و اي جي تي عالي. فاكر السنه اللي فاتت في الباراسايكولوجي كل حاجه يقول لك ايزوفيليا ايزوفيليا ايزوفيليا، ليه؟ حساسيه ضد البرازايت فاكر؟ تمام؟ يبقى اذا خمس حاجات، فاست فاليديشن وكريتيكال كابيلاري بيرميبيليتي، ايديما في الميوكاس ميمبرين، انكريس زيرو ميسمال سيكريشن، سموث ماسل كونتراكشن، وايزوفيليا عالية في النيزل ميوكوس. عايز ايه يا دكتور؟ طب لو الاكسايتنج او فيرست اكسبوجر كانت مثلا انهالرز، وسكند اكسبوجر كانت مثلا انجكتور. ده سيم، لان الانجيو سيستم بتاعك بيبقى سنسيتايز. لو الانجيو هو هو يبقى ده سيم. انا بعمل لك سنسيتايزيشن للانجيو سيستم بتاعك مش للنيزل ميوكوس بتاعتك. يعني ممكن يكون الانتيجين داخل السكين ويجي لك الرجيك رينايتس؟ اه. فاهم؟ تمام؟ هو محمد اهو كان في امان الله رايح الجنينه يتفسح، ما يعرفش ما هيجراله. اول ما وصل الجنينه قعد يعطس ويرشح وعينيه تحمر وهكذا، معايا؟ هو ده القصه. بس على فكره محمد لما رايح الجنينه دي اول مره حصل له حاجه. ثاني مره بدا يحصل. او ثالث وهكذا. السيمبتومز. علشان الايميون سيستم بتاعك بيكون اي جي اي الجزء اللي سيستم عندك النوز، واحد ثاني عنده البرونكال ميكوزا، واحد ثالث عنده كونجنكتيفال بار، واحد رابع عنده الكلب. يعني هو المشكله في الايميون سيستم سنترال بمعنى اصح. تمام؟ بدليل انك بتدي انتي هيستامينك بيخف، مش شرط نيزل سبراي، مش شرط لوكال. فالمشكله كلها سيستمك. كلينيكال بيكشر انت قلتها لي يا دكتور اهو. محمد اول ما قابل اول ما قابل الانتيجين تمام بدا يجي له اربع حاجات مشهورين قوي. ريكارنت اتاكس اوف سنيزنج اتشنج، اتشنج اللي هو بيرنج تمام، سنيزنج اتشنج راينوريا وبيزا كونستراكشن. الراينوريا بايلاترال ووتري الا اذا حصل ودي بريد سبوزنج فاكتور. بالمناسبه بحكايه الاتشنج دي او البيرنج، انا خدت اسبوعين دكتور صحه مدرسيه قبل ما ابقى نايم، يعني بين الامتياز والنيابه قلت اروح كده المدرسه اللي انا كنت فيها زمان يعني. فاخدت طلبت من وزاره الصحه ناخد دكتور صحه مدرسيه، فروحنا في الطابور الصبح. يعني وانا واقف في الطابور الصبح ببص للطلبه، فلما تلاقي طالب الصبح بعمل كده تعرف ان عنده حساسيه. بيسموها الرجيك سليوت، تحيه الحساسيه. كل الاطفال يحيوا العالم كده وده تلاقيه عامل كده. فاهم؟ مكتوبه في الكتب الرجيك سليوت. معايا؟ يبقى اذا ده ريكارد تيتشنج سيزنج رايوريا وميتا اوبستراكشن. الاذر الرجيك مانيفستيشن، قول لي يا ابني، قول لي يا محمد، عندك حد في العيله عنده حساسيه جلد او عين او صدر؟ شفت بقى الاذر الرجيك مانيفستيشن ممكن تبقى موجوده. اللي جاب له حساسيه في منطقه يا دكتور محمود يجيب له حساسيه في الثانيه. تمام؟ انا عندي الرجيك راينايتس وسكريت كاتار اللي هو الرجيك مانجكتفايتس اللي هو ربط الربيع. معظم الناس عندهم الرجيك في حته والرجيك في الثانيه. تمام؟ اسالوا عن اذر الرجيك مانيفستيشن. الرجيك كونجكتفايتس اللي انت هتاخدها في الرمض باسم سبرينج كاتار الرمض الربيع. تمام؟ برونكيال ازمه، اكزيما اللي هو الارتكاليا بتاع الجلد الحساسيه. الاكزامينيشن بقى، لو انت جيت تكشف
بقول لك ايه بلاش. انت لو بصيت لمحمود هتعرف ان محمود جالس ابدا. انت لما بتتفاعل مع محمود هتعرف انه يعني محمود انسان طبيعي جدا زيه زي بقيه البشر. وبالتالي كشف على العيان ده هتلاقيه كومبليتلي نورمال ما عندوش حاجه معايا. الا ان لو شفت محمود وهو بيغلس هعرف انه غلس. لو شفت العيان اثناء كيفت الحياتيه هتلاقي الميوكوزا بتاعته اديبيتس وبين بلوش. هو الميوكوزا بتاعتك نورمال لونها ايه؟ بينك حمرا. طب لو كان في ميه تحتيها هتبقى مزرقه البلاد فيسل بردت. ده فلسطينيه شويه عن شويه قديمه. وبالتالي ده مزرقه اديبيتس وبين بلوش او جريش. معايا؟ يبقى ده وقت الهتاف. وطالما اديبيتس هتلاقي التربنت كبيره. فاكر لما قلت لك كرونيك هيبرتون كرونيك اسمها الرجي كرونيتس. كل شويه الرجي كل شويه الرجي الرجي حصل اديما. تمام؟ نيزا بوليفاي اهي. اصل بالمنطق يا جماعه مش كل شويه اديما في الميوكوزا اديما في الميوكوزا اديما في الميوكوزا. الاديبيتس ميوكوزا بتندم تبقى بوليفاي. بص ده الاتموي ودي العين. كل شويه الميوكوزا بتاع الاتموي تبقى اديبيتس 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 لغايه ما دندلت وبقت زي عنقود العنب. تمام؟ يبقى اذا الاديبيتس ميوكوزا هي البولي هي اللحميه اللي هي البريد سبوزنج فاكتور بتاعها الرجي حساسيه. الحساسيه عملت اديما. الاديما راحت عامله بولي باي. تمام؟ يبقى اذا وقت الاتاك العيان بيبقى عنده اديبيتس ميوكوزا وبريد سبوزنج وانلارج تربريت. يعني ايه اديبيتس ميوكوزا وبريد تربريت؟ ممكن يبقى عنده نيزا بولي باي. واكتر مصدر للبولي باي اتمويد اللي انت شفته. لان الميوكوزا بتاع الاتمويد لوزلي اتاتش تنزل بسهوله. لوزلي اتاتش الميوكوزا بتاع الاتمويد ايه؟ لوزلي اتاتش. خلاص؟ لو شفت العيان وهو ما اتعرضش لمحمود هتلاقيه طبيعي. انا ما شفتش محمود لا هتلاقي وش احمر ولا متعصب. وبالتالي ان بتمين الاتاك العيان كومبليتلي نورمال. الانفستيجيشنز بتاعت الالرجي راينايتس وان كان محدش بيعملها قوي دلوقتي يعني لو عنده حساسيه عمال يعطس بوشك من اخره تاكله وتلاقيه يعني. انفستيجيشن بلخصها في كلمه كشف. 2 سي 2 اس 1 ار. تمام؟ كشف. اول حاجه ليزا سايكولوجي هاخد مسحه كده من النوز الاقي فيها ايزنوفيليا. فاكر لما قلت لك حاجه لوكال ايزنوفيليا وحاجه سيستمك اي جي عالي. اذا ايزنوفيليا عاليه في الديسشارج بتاع النوز. تمام؟ والسيروم اي جي بي عالي اللي هو نمرة 4. خلاص كده؟ انتهينا منه. دكتور انا عايز اعرف الدكتور ده حساس لايه؟ دخلت له محمد ما تعصبش. دخلت له عماد ما تعصبش. دخلت له محمود يا خبر اسود وشه احمر وضغطه عالي. اذا ايه رايك نتحدى المناخير بنفس تحدي الدكتور؟ العيان يجي لك عيادتك. انا عندي سبراي في سبراي تاني سبراي تالت سبراي رابع كل سبراي بقدي شيء معين. دخلت العيان هجيله اروح فاتح له اول سبراي ما اعطس ولا رشح ولا مناخيره كلمه. تاني تالت رابع خامس واحد قعد يعطس ورشح ومناخيره تاكله. يبقى هو حساس ضد وقت الجيم. يبقى اذا انا تحديت مناخيره نيزا تشالنج تيست. تحدي تشالنج. الحقيقه بيقول لك ايه في التكست بوك دوندو ات اوعى تعمله اوعى تعمله. العيان هيتعمل. الدكتور ده ابن لازم ده انا بعمله كويس قوي وبقول له يا دكتور انا بعطس. يقوم يجيب لي العطس وعينيه تحرقني وافضل تعبان يوم ولا حاجه. انت فاهم؟ اذا هو اي نعم موجود ولكن هو العيان مش مرضى جرب يا اخي علشان تقعد تجرب عليه. فاذا هو مكتوب ويتكتب ولكن ينصح بعدم عمله. لان العيان هيطفش منك ويكرهك. تمام؟ لان جبت له مشكله. لما بدل ما تتحدى مناخيره ما تتحدى جلده. سكين بريك تيست. بريك يعني مغص. تمام؟ اجيب انا عندي انتج نمبر 1 و2 و3 و4 و10 تمام؟ اروح جايب دراعه الفور ار واروح معلمه 10 علامات مثلا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وانتج نمبر 1 اعمله بريكنج هنا 2 هنا 3 4 5 6 7 واستنى عليه 20 مينتس. واشوف اتكون عجله حمراء فين. اللي اتكون حواليه عجله حمراء قطرها 2 سم او اكتر يبقى عنده حساسيه.
عجلة حمراء اهي قد اهي عجلة حمراء اهي عجلة حمراء اهي عجلة حمراء اهي يبقى هو عنده هايبرستريتي للانتيجين ده وده 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 تمام يبقى انا كده تحديت كله فهمت الكلام بالرغم ان انه عنده حساسية نوز الا ان يرسبوند فاهم يا محمود لان المشكله سيستميك ومن هنا طلعوا الفاكسينيشن مش انت عندك حساسية ده وده 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 ابتدي اعودك عليه معايا بس كلام فارغ طبعا ده السكين بريك بس كونت الريمتنس رينج كده او الريمتنس دي عجله حمراء السيرم اي جي اي قلت لك عالي اخيرا حرام عليك يا دكتور انت عامل عين فرط تجارب مره تحطيت مناخير ونزل تشالنج تيست مره تحطيت جيل وسكين بريك تيست راحوا مخترعين بدل انديفو انفيتو فحرام عليك بقى تقعد تجرب عيان اذا هو العيان عنده ايه؟ ايه المشكله؟ مش اي جي اي عارف السيرم بتاعه؟ خد عينه من السيرم بتاعه واجي ابحاثك بره بقى بدل ما تقعد تيجي ابحاثك على العيان خدت عينه من السيرم بتاع العيان وانا عندي انتجن نمبر 1 2 3 4 حطيت على السلايد بتاع انتجن نمبر 1 عينه من السيرم بتاع العيان اللي هي اسمها اي جي اي وعلى السلايد نمبر 2 وعلى 3 وعلى 4 وبريجيو مينو اسي اشوف مين اللي حصل فيه انتجن اتروك اكشن يبقى ده الفيتو بيسموه راس خدته السنه اللي فاتت ريجيو اليرجو سورماتيست واسم راس ده مشهور قوي خدتوه ماشي لا خدتوه يبقى مايكرو تمام يبقى الراس ده بسيته فهمتوه بعمل التست انفيتو بدل الجرين ريدي واليرجو سوربان تيست واشوف انا اللي حصل ريديو بيرو ازاي اللي هو كان دايس ايوه ايوه ريديو بيرو ازاي تريتمنت العلاج انت قاعد نفسك ليه يا دكتور؟ ما تشوفش محمود تاني تمام؟ افويد اكسبوجر للفيتيك انتجن غير نوع الصابونه غير نوع الشامبو تمام غيري نوع الفيس باودر وهكذا تمام يبقى افويد اكسبوجر وده صعب جدا صعب جدا لان صعب جدا العين يعرف هو حساس لايه اصلا تمام صعب جدا اعرف ان لما بشيل بشيء معين بيجيلي حساسيه تمام لانه يشوي الحساسيه بتبقى اكتر من حاجه فده صعب جدا يو افويد ميديكال تريتمنت انا لما بيجي لي الاكتئاب عايز اعالجها انت استمنت الاوراتيزين ده يا ولادي دلوقتي العيتين في السوق اخترعوا اللي هي نقص ليه اخترعوا حاجه احسن منه دلوقتي دي الاوراتيزين اللي هي الجوريس في السوق مثلا الستريبين اللي هو الدرمك لو انتوا عندكم فكره معايا وهكذا يبقى انت استمنت زي الاوراتيزين مثلا او دي الاوراتيزين لوكال دي كونجستنت نيزال دروبس يا دكتور في ماوس واليديشن ويديما في الميوكوزا تمام يعني في كونجيشن فاسوليتيشن تجمع بينها دي كونجيستن اللي هي البريفلين والافرين والبريفلين لوكال دي كونجيست لوكال ماسكول ستيكتور بس افويد فور لونج ديوز عشان يفكت والا هيجي لك راينايتس ليجامنتوزا كرونيك هايبرتروفيك راينايتس ازاي؟ هو الايفكت بتاع اللوكال ميزال دروبس ايه؟ فاسكول ستريكشن يعني بتلعب على ايه؟ على المسكولوزا بتاع البلاد فيسل الايفكت بتاعها راح هترجع تاني تروح حاطط فاسكول ستريكشن تاني فكونتراكشن تاني فاسكول ريستركشن تاني فالمسكولوزا كوز اذا وانس الاستك باظ وش اكتر من الاول ريباوند فينومينا بيسموها ريباوند فينومينا او راينايتس ميديكامنتوزا يعني ميزا دروبس اتسببت في سيفير فاسوليتيشن وبستركشن اكتر من الاول عارف بشبهها ليه؟ الدكتور محمود بيحب يلعب في استك بنطلون البشاره طول ما هو بيسافر هي لا احسن مثال هو بيذاكر بيسلي نفسه وعمال يعمل كده في الاستيك ده كويس ده كويس ده الاستيك كور راح واقع خطر فاهم فانت بتغلط يعني ايه فتهوج والله والله هو نفسه فاللي حصل ايه على فكره نقص محمود ده انا اقول هروح اصلا كنت اصوبك انت فهو لا لا ده الكلام عليه بالصبح فاكر الكلام عليه بالصبح ايه اللي حصل يا ولاد ان بعد يا دكتور ما النقط كانت زي الفوسفوريستريكشن الفوسفوريستريكشن اتسببت في سيفير فوسفوريستريكشن لان المسكروزه باظت وبالتالي سدت اكتر من الاول العجين يسموها ايه؟ النقط جابت لها حساسيه مش حساسيه هي راينالز اللي كانت توزه عرفت يعني ايه راينالز اللي كانت توزه؟ دكتور احمد فات تمام يبقى ده لوكال دي كونجستنت ليزر دروبس عشان تفتح المناخير ولكن افويد برونج ديوز ولهذا السبب مكتوب في نقط المناخير لا تستخدم لفتره اكبر من كذا
يعني مثلا البنزولين والحديدين والكلام ده يقول لك مش اكتر من 7 10 ايام، الانفرين يقول لك مش اكتر من 3 ايام، تمام؟ وقت ال 3 ايام دول ايه ده؟ كورتيزون نزل سبراي، سبيرون نزل سبراي، الكورتيزون انت اذا جيت اصلا انت الرجل، تمام؟ اللي هو الفريكسونيز السوق او البيكونيز بتاع زمان اللي هو الديكروميداسون، تمام؟ او رينوكورت وهكذا. ده اللي هو سبيرون نزل سبراي. في ناس بياخدوا سيستم الكورتيزون اللي هو الديكساميتازون. يبقى لوكال بيكروميتازون يا سيستميك ديكساميتازون. دكتور طب انت ليه مدوخ نفسك؟ ما تمنع ان المصري تفرقع وتطلع الكيميكال ميديتورز. يبقى مصدر ستابلايزر بيعمل ستابلايزيشن للمصدر بتاعها من انا اتفرقع ستابلايز ايه؟ يبقى ده يمنع ده يعالج بروفيلاكتيك اللي هو كيتيتوفين او باي سوديوم كروموجلايكاتاكينو اللي هو الزيتين في السوق او في شركه مسميها كيتوزي اللي هو كيتيتوفين حاجه زي الليتو اسمه مصدر ستابلايزر وبتاع زي اللي انتوا بتكتبوا العالم برضه يجيله كريزه ويجيله كل حاجه كانك ما بتديلوش حاجه. ده مصدر ستابلايزر. ده يمنع وده يعالج. لا بص هيبتدي انت يستمر بلاش الكورتيزون. انت فاهم؟ بلاش سيستم الكورتيزون. انا عن نفسي بدي انت يستمر في كونسيستنت يومين ثلاثه علشان تفهم الدنيا. سترويد نزل سبراي ما بديش سيستم الكورتيزون خالص. ما بديش سيستم الكورتيزون. واصل الاستابلايزر مش هو الاصل سيستميك يا دكتور؟ ايه؟ مش الاصل سيستميك؟ المفروض ان انا الاولى يبقى سيستميك كورتيزون عن اللوكال واللي هي دخله بقى. هو الكورتيزون ده بيديك حاله بيكون البوليفاي جنبك ومفيش اي عمل بيجيب نتيجه فتروح مدي كورتيزون في الاخر. هايبر سنسيتايزيشن او ديسنسيتايزيشن. انت مش متضايق من محمود؟ طب ايه رايك بقى محمود لما بيقعد معاك ساعتين في الحصه بيعصبك وشك يا حمار؟ لما اجيب لك محمود ربع ساعة أول يوم، تاني يوم نص ساعة، تالت يوم ساعة وهكذا أعودك على محمود. هو ده هايبر سنسيتايزيشن أو دي سنسيتايزيشن. جراديوالي انكريزنج دوزز من الانتيجن من الاكسبوجر للانتيجن فيؤدي إلى الجراديويشن سيؤدي إلى تكوين أي جي جي بدل أي جي إي، تمام؟ فالأي جي جي يقف حائل بين الانتيجن والأي جي إي كأنه قوات حفظ السلام. بيسموها ايه بقى؟ بلوكينج انتي بودز. بلوكينج انتي بودز. فيمنع الانتيجين انتي بودي رياكشن، يمنع الاي جي ان يتفاعل مع الانتيجين. تمام؟ سيرجيكال تريتمنت بقى حصل اللي حصل. لو حصل هايبرتروفي التيرمينال، التيرمينال هايبرتروفايز، كرونيك هايبرتروفايز، اعمل ايه؟ يا ايه المصاف يوكاس هايبرمي؟ يا مارشال تيرمينكتومي؟ يا ليزر تيرمينكتومي؟ اللي هو ريدكشن للانتيرو تيرمينكتومي. تمام؟ طب ولو حصل بوليفاي اندوسكوبيك ساينس سيرجي في موف ذا بوليفار مكتوب فكده ده عن ايد العين بالمنظار اندوسكوبيك. بص يا ولاد النيزال بوليبس او النيزال بوليفار دي عباره عن ايه الاحميه دي؟ الليمتس ميكوزا طلعت من الاوبننج بتاع الساينس. بقول لك ايه؟ شربه واتقلع. فالشراب لما اتقلع انت عارف الاطفال بتوع المدارس الصغيرين تلاقيه هو بيقلع الجزمه بتاعته او الكوتشي تلاقي الشراب معلق على صوابعه واتقلع، فاهم؟ هي دي الميوكوزا بتاع الساينس اتقلعت وراحت ولسه معلقه فنزلت هي دي البوليب. انت فاهم؟ كل ساينس الميوكوزا بتاعته اتدلت جوه الموز، كل ساينس الميوكوزا بتاعته اتدلت جوه الموز. بيدانكيوليتد لا رقبه بيديكل بيدانكيوليتد اديمتس ميوكوزا بتبرولابس من الساينس عن طريق الكوستيم للنيزل كافيتي. لو نزلت من الاثمويد اسمها اثمويدال او اليرش بوليباي قلناها من شويه. لو نزلت من المكسلري انتروم اسمها انتروكوينال. بقول لك انتروكوينال ليه؟ لان الاوبننج بتاع المكسلري انتروم ورا فتروح على كوينا. فهمت الكلام؟ فاكر؟ 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 انتروكوينال على كوينا. يبقى انا عندي نوعين من البوليباي اللي علينا السنه دي غير الاليرجيك فانجر ساينسايتس. يا اما اثمويد البوليباي نازله من الاثمويد. على فكره الاثمويد مالتيبل كابيتس عشان كده ده مالتيبل بالظبط. يا اما انترو كوين البوليب الانترم واحد بس على كل ناحيه تلاقي سنتين انترو طلعت من انترم الاوبننج دايركت على ورا فتملى ورا. فادي فاهم؟ طيب فين شادي؟ شادي اهو فاهم؟ عشان في حد قال لي اول السنه شادي. الاسباب اليرجيك راينايتس
عملت ديما في الميوكوزا وعملت في بوليفار. تعرفها منين؟ عنده سميت الميوكوزا والميوكوزا والميوكوزا والميوكوزا. انفلاماتري عنده اسمويدا وسينوسايتس. عمل انفلاماتري ديما. بلاش ما عندوش حياتية اصلا. حصل سينوسايتس زي ما هناخدها. والانفلاماتري ديما بتاع سينوسايتس برضو دلدلت الميوكوزا. وهم فيه ألاجي في ديما وانفلاماتري ديما. يوشوالي الاثنين موجودين. هو. ما هو الألاجي بريديسبوزنج فاكتور للانفكشن السينوسايتس. اللي يدير تصميم كل سد البروستات بتاع الساينس جالو ساينسايتس او الرجيك فانجر ساينسايتس الرجيك اجينست الفانجر انجن واللي خدناه الالرجيك او الاثمويدال بوليبار اهي الاثمويدال ميوكوزا دلدلت في كذا كافيتي في الاثمويد علشان كده اسمها اثمويد لابيرانس زي اللابيرانس بتاع الجيل كافيتيز كتير اما الفرنتال واحد على كل ناحيه السبينود واحد على كل ناحيه المكسيلر واحد على كل ناحيه الاثمويد مالتيبل ومن هذا المنطلق مالتيبل وسبول الميوكوزا بتاعتها لوز فاي ديما تروح في دلدلت يبقى الديفينيشن ده بدنكريت ديمتس ميوكوزا بتورلاكس ان الاثمويد على ميدل ميتس على النوز ده لو جبنا الانترو ايثمويد احيانا سيرو ميتس بس ده اقل كلينيكال بيكشر سيمبتومز العيان ده عنده ايه اصلا غالبا عنده الرجي يبقى عنده سنيزنج ويتشنج ورايمريا ونزل اوبستراكشن ستوب الاوبستراكشن كان بيجي ويروح لما يتعرض للانتجن بقى على طول لما تكون بوليباي الرايمريا كانت بايلاترال ووتري لما تكون بوليباي حصل سكندري انفكشن وبالتالي بقت ما هو البوليب قفلت وبالتالي حصل ميكوفيرولانت والبوليباي لما قفلت عملت صداع سايتوسايتس يبقى اذا السيمبتومز بتاع الاريش برايمريا هي هي بس الاوبستراكشن ريزيستنت بعد ما كان يجي ويروح بقى بيرسيستنت. البوليباي دي بصوا لايدي كده ده المكسيلا دي ساينس تحت العين. البوليباي دي قفلت لي الاوبننج بتاع الساينس. ادى الى ساينوسايتس بريدسبوزنج انفكشن. ادى الى فيشر بين وهيدك والديستشارج بعد ما كان موتري بقى ميوكو فيرولانت بقى مخاط اصفر. فاهمين الكلام ولا لا؟ الساينس لما تيجي تكشف عليه. في الانتيرانوسكومي اهي الصوره دي بتيجي في امتحان صور كتير قوي. بايلاترال لازم بايلاترال الالرجي از سيستميك ديزيز يبقى بايلاترال بوليبار فاهم؟ طيب بايلاترال مالتيبول ليه مالتيبول؟ ولا عشان جليسنينج ليه جليسنينج؟ لان الميكروزا مليانه ميه ده عباره عن ايدين بس ميكوزا يبقى لازم تلمع في النور انا لابس الهيد لايت منور او بالمنظار منور فالنور منعكس من الميه فاذا لازم تلمع جليسرينج بين بلوش ليه بين بلوش؟ لان دي بتصميكوزا ما عادش فيها فاسكولاريتي كتير القديمه قللت الفاسكولاريتي ميه معايا بين بلوش سوفت سوفت يعني طريه ما فيش كربون سكيلتون مش زي التربنت كربون وميكوزا لا سوفت موبايل حكايه سوفت وموبايل دي في عيان غلس في وسط العيانين ايام ما كنتوا بتشوفوا كنتوا بتمسكوا على العيان قبل ما نعرض مونيتور فكان هو عايز يخدمك هو عايز معاك جدا بيستحمى مره في العيد الكبير ومره في العيد الصغير. فهو عايز يخدمك يا دكتور عمرو اول ما تيجي تبص على مناخيره كده عايز يوري لك سوفت الموبايل وانت تبص كده وفاتح بقك ومش واخد بالك يروح عامل كده فتروح فاتحه وراكه والبربل تيجي في بقك. فاهم هو عايز يخدمك ما يقصدش بس علشان يوري لك سوفت موبايل معايا يبقى سوفت موبايل انسيستنت وطاش يعني ايه انسيستنت وطاش؟ هي البوليب لما دللت خلت النيرف اندنج معاها؟ لا النيرف ما ينفعش يحصل له ستريتش حصل له ستريتش مات يبقى اذا انسيستنت وطاش كومينج من الميدل ميتس كل دي طالعه من اللاتيرال وول من الميدل ميتس على الموز تاني في الانترونوسكوبي بايلاترال تمام مالتيبل كليسنينج بين بلوش سوفت موبايل الكلام ده كله مهم معايا لو لمستها ما تحسش. طيب الانفستيجيشنز عملوا سي تي طبعا هوريك الحالات دي سي تي كتير قوي في امتحان الصور بعد كده. سي تي السي تي ليه يا دكتور؟ طب ما انت شايف البروفايل بعينك. لا ده السي تي هنا مهمه قوي قول لي ليه؟ مش العيان ده هتدخله اوضه العمليات؟ يبقى لازم السي تي قبل العمليه. طب ليه؟ مش هو كليكو ليه بس ليه؟ صح؟ الكريبريفورم بليت عند ناس عالي وعند ناس واط فيمكن عنده واط اجي ادخل بالمنظار تراك سيس برايمريا يبقى وريتك الاناتوميكال ابنورماليتي وريتك الاكستنشن اوف ذا ديزيز
يمكن طبعا الاسبويد والاستينويد كمان ويمكن الاستينويد سليم بس اهم حاجة عندي الاناتوميكال ابنورماليتي تديكت اي اناتوميكال ابنورماليتي اشعر من نوكري بريفورم بلين تريتمنت ميديكال وسيرش لو البوليفايد استف اولها يا ولاد الاندكيشن اما لو البوليفايد بقى لها فترة صعبة البوليفايد هتديله الانتي الرجيك تريتمنت العادي العادي اللي هو الاسترويد والانتي هيستامينيك وانتي بايوتيك فور انفكشن بس ما جالوش سينوسايتس تخيل انا لا انسح حتى يدخل الكسر في ناس بيعملوا ليزر بيربكتومي سيمبل يعني يجي لك عيادتك كده تقعد تقطف البوليفايد هي ما بيحسش فيها قوي لان لما انسيستم الم خفيف بسيط قوي تمام يقعد يقطف البوليف بوليف 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 تمام وخلاص دي حاجه اسمها ليزا سنير نور المول بصوا اولاد البوليف اهي لها رقبه فاجيب الليزا سنير ده عبارة عن ماسورة كده هو جبن طبعا طالع منه سلك خنية الخنية دي عدت هنا لفت يعني انا دخلتها من هنا لغاية ما خنقت الرقبة واروح تايس هنا فتروح خنقاها تروح واقعة ده ليزا السنير انا عايز اقطع رقبة محمود هروح مخلي السلك يلف على رقبة محمود واشد السلك من بعيد من خلال الماسورة فهمتوا كلامي الرقبة تنقطع هو ده ليزا السنير انك بس خلي بالك انت سايب الجد ترجع تاني فاهم يا دكتوره نانسي فهو المشكله في ده اللي طالع من الميوكوزا نفسها فهترجع تاني هتقول التاني معايا يبقى افانشر باي فيزا سنير الكرنت ريت عالي جدا بس انا بتحتمل من الاوبستراكشن شويه تمام والدكتور كان له متريش سريعه في العياده معايا فده كان بيتعمل وما زال هاي الكرنت ريت لان ده فيري سيمبل وريبيتو لو عايز ما ترجعش تاني تعمل ايه؟ او تقلل الارتجاع ده من تشيلها من جدرها انت تشيلها من جدرها ازاي؟ قارن هذه الصورة بالصورة اللي قبلها الصورة دي شال الاسمويد نفسه كله. اللي بيطلع البوليف اسمه هيستوي في البوليفايد بتاعته خطف الدنيا اهي بص كل ده هو ده الاندوسكوبيك ساينس سيرجي ان هو عمل اسمويدكتومي بالمنظار اللي هو الجدر بتاع البوليف شال كل البوليف من جدرها تمام يبقى اندوسكوبيك ساينس سيرجي ومع ذلك ممكن تكون بوليف بقى حساسيه موجوده لانه سيستمك ديزيز هاي الكاس ده هيبقى تاني يفوزه وهترجع تاني بس نسبيك اقل من ان من السيمبل معايا علشان ما ترجعش تاني ادي له امبريلا اوف كورتيزون اكيد كورتيزون بري وبوست بالذات بوست اوبرت بوست اوبرت الاستيرويد اعضاله في ناس بيقولوا طول عمر استيرويد نزل سبراي طول عمر انت قدرت بس وفي ناس بيقولوا وان اند اوف ده من الحين للتاني علشان تقلل نسبه ريكارنس انا قلت لك كلمه من شويه ليه الاسمويد تكون السورس اوف بوليفاي مالتيبل دي اللي هي مالتيبل بوليفاي لوز دي اتاتش نيموز كل البون اللي ان بتوين زي الماستيجيك مش في بون بين الاسل هنشوف كله بدل ما هو مالتيبل الكابتن هيبقى سنجل لارج هيزيد سنجل لارج كابتن ايه؟ لا انتو كوين البوليت انتو كوين البوليت قررت ما تخلص انتو كوين البوليت الديفينيشن بتاعها عباره عن ايه؟ انتو اللي هو الماكسيلا انترا ماكسيلا ساينس بوليت طلعت من الماكسيلا انترا من الميدل ميتر عن نيزا كافيتي على ورا كوينا عن نيزو فارس علشان كده سميتها انترو كوينا لان الاوبننج بتاع المسيرة انترو دايركت على ورا سبب الانترو كوينا بولت مش معروف لكن مش قلش لانها تيجي ملتش البي بي انفلاماتري وفعلا حللوها ما لقوش فيه ايزوفيليا وبالتالي ده بيرجح انها انفلاماتري مش الرجيك تمام يبقى اذا البي بي انفلاماتري مع انه والله شفتها في الرجيك بس يعني كلام الكتب انفلاماتري لان مفيش ايزوفيليا كلينيكال باكشن طالما مش الرجيك يبقى مش سيستميك انفلاماتوري لوكال وبالتالي يونيلاترال يونيلاترال نيزل اوبستراكشن يونيلاترال نيزل تشارج الساينس بقى بالانتورا مصوري هتلاقي فينجر ولا بطن ليه؟ لان المسيره انتر واحد الجلوكوزا بتاعته طلعت
يبقى اذا سنجل يونيلاترال برضه بيل بلوش ما هي ديميتس، بس هي مش ديميتس ميه زي الحساسيه، هي ديميتس صخور في الاماكن دي معايا. يبقى بيل بلوش سوفت جيلي لايك جواها بربير، لان لا انفلاماتوري لو فرقعت تلاقي طلعت جيلي من جواها جيلي لايك. ما قلناش دي البيكويد الالرجيك الثاني كان اوفر تمام. بستيرو راينوسكوبي لو عملت له بستيرو راينوسكوبي هشوف البوليب خارجه من الكويله عند الشفايه، شكل البستيرو راينوسكوبي ده عشان الاقي هو ماشي فين تمام. يبقى الاقي الكوينه مليانه بالبوليب مقفوله. على فكره البيكويد البوليبال ما بتوصلش للكوينه، يبقى بستيرو راينوسكوبي البوليب هتبان في الشفايه خارجه من الكوينه. الانفستيجيشنز طبعا هعمل له اكس راي محدش عارف يروحها خالص تمام. دي اوربت ودي اوربت، ده ماكسيلاري ساينس سليم الى حد ما، ده ماكسيلاري ساينس مليان. بص الايه ده، ده هي البوليب ميت الساينس وراح طالعه على الميزا الكافيتي تمام كلام. يبقى هي دي الانتروكوينال بوليب، هي دي الانتروكوينال بوليب. لما تلاقي جزء مالي الماكسيلاري ساينس وجزء مالي الموس يبقى دي الصور دي بتجي له بتوع كتير جدا. اه في اسرع عيني بس هما بيحبوا الحته دي هناك. انتو كوين البوليب. طب ايه رايك لو انا قلت لك لو لقيت الحته دي الدنسيتي بتاعتها غير دي؟ يعني ده حاجه وده حاجه. تبقى ايه؟ يبقى تيومر وقفل الاوبننج بتاع الساينس وجاب ساينسايتس. يعني دي اكثر بياضا ودي اقل. لكن دي هي دي. يبقى دي انتو كوين البوليب. فاهم الكلام؟ طب ايه رايك لو الوبست هنا بس يبقى دي ايه؟ سايتس. وانتوا اللعبه انا هقعد اقول لكم اللوغاريتمات دي في امتحان الصور اخر السنه تمام كده؟ يبقى ده بالنسبه للاكس راي يونيلاترال ماكسيلاري اوباستي اهي تمام؟ ده الاكس راي. سيدي بقى دايجنوستي الصوره دي كده بينت لي الاوباستي وبينت لي الفولي. تريتمنت او الفرق بين الالرجيك والانتروبينال بولي. الالرجيك بايلاترال ومالتيبل وعنده سنيزنج ويتشنج. الانتروكوينال بوليب يونيلاترال وسنجل وما عندوش سنيزنج ويتشنج تمام. الانتروكوينال بوليب ده جزء هنا وجزء هنا. الالرجيك بقى ماليه كله على فكره، عملت ساينسايتس تمام. يبقى ماليه كله الكوين ده هنا وعملت ساينسايتس لما قفلت. ما خدهاش تريتمنت ولا ايه؟ اه تريتمنت العلاج. دكتور ما تشيلها من المنظار انتوسكوب ساينس سيرجن. اه دخل المنظار جوه المناخير وشيلها. بس في حاجه، هل يا دكتور المنظار يعرف يروح هنا لاترالي لاترال بارت ده اللي هما كل ده كومنست اوريجن للبوليب هنا اهو لاترال بعيد قوي المنظار ما يجيبوش، استحاله تدخل المنظار بتاعك كل الحته دي. اذا انا هعملها انتوسكوب ساينس سيرجري علشان ما افتحش من بره. طب رجع للتاني لانها جايه لاترالي ما عرفتش تنظفها. يبقى ادخل اسلق الخد وشيل كل الميكوزا بتاع الانترم اللي هي طلعت البوليب بالبوليب بتاعتها. يبقى دي اسمها راديكال انترم اوبريشن او كاردو لوكيشن. ده لو ريكارد افتر اندوسكوب سنه سيرجي. قلت ستيرويد نزل سبراي ولا قلت ما قلتش حاجه خالص تمام؟ مالهاش من على طول جراحه. اول مره هعملها بالمنظار رجعت يبقى افتح اسلق الخد فاكرين العمليه دي ولا لا؟ راديكال انترم اوبريشن كاردو لوكيشن. الباسوبوتو راينايت خدناه ده عباره عن نون اليرجيك ليس لها علاقه بالحساسيه. نون اليرجيك برينيال راينايت برينيال يعني طول السنه. نون اليرجيك برينيال راينايت ديو تو ايه يا دكتور؟ ديستربنس اوف ذا نيرف سبلاي اوف ذا. مين اللي اتجنن وخلى العيان يرشح؟ مين اللي وظيفته الرشح؟ سيمباتيك ولا البارا؟ البارا سيمباتيك. النيرف ده كنا بنسميه ايه؟ الفيديا نيرف او نيرف اوف ذا جود كانال. الكلينيكال بيكشر سيميلار الاريش راينايتس في نيزا اوبستراكشن ولوتر نيزا ستشار ووتر يعني معايا. التريتمنت ميديكال ستيرويد لان لما حصل ايديما ستيرويسما سكريشن الباراسيمباتيك ستيرويد موتور وبالتالي عمل ايديما في الميكوزا فاديله ستيرويد نيزل سبراي ما نفعتش. التربت كبرت قوي من الايديما ريدكشن التربت واحده من ثلاث طرق اللي قلناهم ما نفعتش. يبقى اخر حاجه قطعوا الفيديا نيرف. ترفع مين؟ السيمباتيك ولا الباراسيمباتيك؟ قلنا قبل كده لو السيمباتيك قطع بقت جدا لان اصلا